اسمحوا لنا بس في البداية قبل ما أصبح على حضراتكم وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة طبعا بكل ما تحمله من أخبار وضيوف مختلفين وكواليس زي ما احنا متعودين طبعا، خليني بس في البداية لازم أقول رحمة الله على إخواتنا وشهدائنا في غزة، رحمة الله على كل طفل على كل رجل وعلى كل سيدة استشهدوا بالأمس وأول أمس على مدار سنوات القضية الفلسطينية. الشهيد خلينا نقول لحضراتكم أكيد في كل بيت مصري مش بس في كل بيت فلسطيني، بس لأن مصر وهتفضل مصر في قلب القضية وروح القضية هنفضل بجانب أكيد إخواتنا للنهاية، وبنعزي أنفسنا قبل ما نعزي أي حد وبنعزي كل أهالي اللي استشهدوا. خلينا نقول لحضراتكم دول إخواتنا ودول أهالينا، إحنا مش بنعزي شعب أو جيران أو غيره، أعلنا الله جميعا. عندنا كلام كتير جدا طبعا لكن كان لازم إن إحنا نبدأ ونعزي زي ما بقول لحضراتكم أنفسنا. صباح الخير علينا جميعا. صباح الخير يا فاروق. صباح الخير يا نهاوند. بتبقى طبعا من اللحظات الصعبة جدا، يعني زي ما قالت نهاوند تعزينا لكل شهيد، تعزينا لكل أسرة، تعزينا لأهلنا وإخواتنا الشهيد، وكل واحد في غزة هو مننا، يعني كلنا حاسين بالوجع وكلنا حاسين بالألم، لكن خالص عزائنا لأهلنا وإخواتنا وربنا يتقبلهم يا رب من الشهداء. طبعا النهارده حلقتنا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، هيكون معانا فقرتين طبعا مع الى جانب الاخبار معانا الاستاذ الناقد الرياضي شادي نبيل الحديث عن حصاد الالعاب الاخرى في الفتره الاخيره. الفقره الثانيه هتكون يعني الامور المختصه طبعا باستعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني، وهيكون ضيفنا فيها هو كابتننا الكابتن ايهاب جلال نجم الاهلي السابق. هبدأ بحديث الساعة لجمهور النادي الأهلي وهي ضربة البداية خلال 48 ساعة في انطلاقة دوري السوبر الإفريقي، البطولة الجديدة من نوعها واللي بيشارك فيها النادي الأهلي للمرة الأولى في أول نسخة. هتلعب طبعا ضربة البداية أمام سيمبا في ملعبه في ملعب بنجامين داكامبا في دار السلام في تنزانيا، مباراة الذهاب، ثم هيبقى عندنا بعد كده مباراة العودة في القاهرة في الدور ربع النهائي. في حالة التأهل إن شاء الله هنلعب مع الكسبان من المواجهة اللي هتكون ما بين صن داونز الجنوب أفريقي أحد أقوى الفرق طبعا المشاركة في البطولة، اللي هيلعب أمام بترو أتلتيكو الأنجولي مفاجأة دوري الأبطال الموسم الماضي. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذه المواجهة، ثم بعد كده نبدأ بقى نتكلم على الطرف الثاني إن شاء الله نتمنى يكون فريق صن داونز أو بترو أتلتيكو. كلام مظبوط. وخليني برضو أؤكد على حاجة يعني يا فاروق، النادي الأهلي لما بيقرر أنه هو يدخل بطولة سواء أنت بتتكلم بطولة محلية أو بطولة قارية بيكون عنده هدف واحد هو منصة التتويج، وبقول ده لأن التاريخ هو اللي بيقول كده، مش إحنا اللي طالعين بنقترح أو بنفترض حاجات. لما بدأنا في السبعينيات والثمانينيات المشاركة كانت في البطولات الإفريقية، ما أخدناش وقت طويل جدا لو حضراتكم فاكرين، وتوجنا بكأس بكأس إفريقيا ليه الأندية أبطال طبعا الدوري في 82 يعني، وبعدها توالت البطولات بشكل كمان كبير جدا، وفي التسعينيات لما قررنا كمان أن احنا يعني نشارك في البطولات العربية نجحنا كمان بشكل كبير وقتها في حصد بطولات مهمة جدا سواء 95 و96 و98. أنا برجع مع حضراتكم أنا وفاروق بالتواريخ وبالأرقام، ما بين بتتكلم برضو كاس النخبة وقتها وكاس العرب للأندية وأبطال الدوري والكاس وغيرها. ففي المجمل احنا ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده علشان اللي نسي نفكره، عشان لو حد فينا حتى نسي يعني يفتكر، احنا لما بنحاول او بنقرر او بنلعب انت دايما باصص على هدف معين، والهدف المعين اللي انت باصص عليه ده هدف بيحط عليك ضغوطات كبيره جدا، بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا تجاه نفسك وتجاه الجماهير اللي بالملايين اللي عندها ثقه فيك بشكل كبير. فقلنا الكلام ده في نهايه الموسم الماضي وقلنا الكلام ده في بدايه الموسم الحالي، قلنا انت عندك يعني مستوى معين، كون ان انت ده بجانب كمان كون ان انت النادي الاهلي، بس انت عندك مستوى معين لازم تظهر بيه. فما فيش حاجه اسمها انا بشارك وخلاص حتى لو في بطولات مستحدثه او غيره، انا هدفي حاجه واحده بس، منصه التتويج. فده اللي لازم دايما نفكر نفسنا بيه، واعتقد يعني الفريق بكمان الاجهزه الفنيه والمديرين الفنيين حتى يعني المختلفين دايما بيبقوا عارفين، والموضوع ده واضح جدا يا فاروق، ما بيبقاش فيه يعني لغط او في زي ما بتقال كونفيوجن او يعني عدم فهم. فطبعا احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا صحيح. لكن لازم دايما نبقى عارفين احنا لما بنلعب نبقى باصين على التتويج فقط، دي نقطه طبعا لازم كلنا نركز عليها، وبتحمل تاني مسؤوليه للعيبه كبيره.
واعتقد انا هوند من كلامك، انا باكد على كلامك ان اعظم ارث يعني بيسيبه لنا النادي الاهلي هو دايما عندك الشغف انك تقف على منصه التتويج، وانت واقف على منصه التتويج عندك مسؤوليه، مسؤوليه النادي الاهلي، مسؤوليه الجمهور، مسؤوليه التاريخ الكبير جدا اللي انت بالظبط. يعني بتبقى حاطه قدام عينيك، وتبقى امور كتير جدا امام عيون مجلس اداره النادي الاهلي. عشان كده كان قرار مجلس اداره النادي الاهلي انه يشارك في دوري السوبر الافريقي مبني على تاريخ كبير واستراتيجيه واضحه لكيان النادي الاهلي، صاحب الشعبيه الاهم والاكبر في القاره وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولات القاريه. النادي الاهلي الموسم الحالي زي ما قلنا قبل كده عندنا تحديات كتير وكبيره، ابرزها طبعا الحفاظ على كل الالقاب اللي انت حققتها الموسم الماضي من دوري ابطال افريقيا، الدوري المحلي، كاس مصر، كاس السوبر، ودلوقتي عندنا التحدي القريب جدا وهو انطلاق دوري السوبر الافريقي والمواجهه امام سيمبا التنزاني. في وسط هذه التحديات وفي وسط هذه البطولات انت ما خلاص انت زي ما الكابتن الخطيب بيقول البطولات اللي احنا خدناها بتدخل المتحف، خلاص بيبقى عندنا تحدي جديد بكره بتاعنا في النادي الاهلي. ودي كلمه كان الكابتن الخطيب دايما يقولها، بكره بتاعنا في النادي الاهلي هو بطوله جديده وهو تحدي جديد. انا هون صحيح. وفكره برضو ان انت بتتكلم ان يعني انت طبعا بتلعب بطولات مختلفه في نفس يمكن الاسبوع، هتبقى عندك ماتش دوري وماتش محلي وافريقيا وغيره، يعني القصه طبعا تلخبط حتى الجماهير، لكن القصه كلها برضو القضيه في الاخر انت لازم تعرف تفصل، ولازم كمحترف وكلاعب كبير في النادي الاهلي لازم ان انت نفسيا كمان تكون معدل ده. طبعا احنا اتكلمنا على الشق النفسي قد ايه مهم، واتكلمنا قد ايه ده واضح مع مارسيل كولر بشكل كبير جدا. مش كل المديرين الفنيين بالمناسبه، مش بتكلم بس عندنا في النادي الاهلي، في العالم بيركزوا او بيبقى عندهم القدره ان هم يطوروا او يعملوا على الشق النفسي عند اللعيبه، خصوصا لو هنتكلم عندنا في الداخل. يعني مش كل الانديه بتهتم بده، مش كل الانديه حتى اللعيبه، مش كل اللعيبه بتشوف ان دي حاجه اصلا مهمه، بالعكس هي ليها مردود كبير جدا على الملعب وعلى النتائج وغيره. ولو هتكلم تحديدا في مباراه سيمبا، مباراة سيمبا مش مباراة سهلة، المنافس عنده كمان طموحات كبيرة جدا، وأكيد هو كمان يعني إن هو يوصل لنقطة بعيدة في النسخة الأولى. عندهم لعيبة كمان مميزة جدا، أبرزهم طبعا مكسيوني لاعب الأهلي السابق، وهتبقى مواجهة أعتقد برضو يعني لطيفة، خلينا نقولها بهذا الشكل، لما تبقى أنت لاعب سابق وبعد كده بتلعب ضد النادي الأهلي أكيد هيبقى ليها برضو، أو الناس هتبقى منتظرة المباراة، ومكسيوني تحديدا هيلعب إزاي وهيبقى عامل إزاي وضعه إزاي وفنيا وغيره. عايز يثبت نفسه كمان قدام جماهير أكيد النادي مليون الاهلي، في المية. وان يثبت ان هو لعيب مميز جدا، خاصه ان هو في كيميا ما بينه وما بين فريق سيمبا. صحيح. عندهم كمان خلي بالك من نقطه، عندهم ملعب مميز جدا. صحيح. جماهير كبيره، لو هتكلم تحديد، لا جماهير كبيره جدا، يعني ما اعتقدش هتقل عن 50,000 مشجع تقريبا. وسبق لو احنا رجعنا برضو لورا شويه، انت سبق انت خسرت من الفريق ده ومن حوالي سنتين او ثلاثه لو انا مش غلطانه على نفس الملعب. صحيح. في وقتها دوري ابطال افريقيا، وقتها كمان صعد سيمبا كان اول المجموعه وصعدنا احنا تاني المجموعه، لكننا كسبنا البطوله في النهايه، وده برده كان يعني المفرح وقتها. لكن مباراه تاني هنرجع نقول مباراه مهمه جدا، واعتقد ان مارسيل كولر عارف اهميتها بشكل كبير جدا كالعاده. وبدايه كمان الفريق في الدوري الموسم الحالي، خلينا نقول اننا عندنا اسكواد محترم، وده اللي احنا اكدنا عليه اكتر من مره، ان انت دلوقتي اصبحت كجمهور للنادي الاهلي انا مش قلقان لو فلان، انا مش عايز اسمي بالاسامي عشان ما نبقاش بنتكلم عن لاعب تحديدا، بس لو اللاعب الفلاني ده مثلا مصاب او في غياب او في التزام في مكان اخر، انا مش خايف ولا قلقان. صحيح. ان المركز ده ما يكونش فيه حد يملى المكان ده ابدا، بالعكس انت اصبح، ودي من مكاسب مارسيل كولر بالمناسبه وحضراتكم تتفقوا معايا، من مكاسب مارسيل كولر ان هو عنده سكواد واثنين، وده لا يقل عن ده. ولعبنا وهنقول الكلام ده تاني وهنكرره، احنا لعبنا قبل كده ماتش كان عندنا 9 غيابات لم نشعر بغياب واحد، وكلهم كانوا لعيبه اساسيه بالمناسبه، هو غير فده نجاح. فكره هواند غير فكره ان اللعيب الاساسي واللعيب البديل، وهو حتى دايما في كل كلام يقول لك انا ما عنديش لعيب اساسي ولعيب بديل. صحيح. وده لو انت جيت بقى بصيت رد الفعل ده على اللعيبه، فكره ان انا اقيم مدير فني يا فاروق مش بس من الأرقام، لا أنا لازم أبص على الفريق عندي، كم لاعب في النادي الأهلي منذ قدوم مارسيل كولر حسيت إن في تطوير في أدائه، حسيت إن في ثقة بتعود مرة تانية، حسيت إن في كيمستري رائعة، كتير. أنا مش عايزة برضو أستمس، عندك حسين الشحات وعندك محمد هاني وعندك لعيبة كتيرة جدا، حتى كهربا بالمناسبة. ففي لعيبة كتيرة جدا استعادت الثقة بتاعتها، بيرس تاو، يعني أنا فعلا مش عايزة أنسى لاعب، بس فكرة إن أنا بشوف الفريق عندي بعض اللعيبة الأداء بتاعها اللي كان مش هقول قليل لكن كان مستقر
ما فيهوش يعني تطوير، لا دلوقتي اصبح في منطقه تانية تماما، فده نجاح للمدير الفني. ده سواء يا نهواندي يعني معذره، سواء ده من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه او من الناحيه التكتيكيه والخططيه في الملعب اللاعبين. صحيح. وبص على نقطه مهمه جدا، دكه البدلاء النادي الاهلي، انت عندك دكه اعتقد اللي في الملعب لا يقل، او اللي قاعدين على الدكه لا يقل عن طبعا. وده التدوير، ده اهميه التدوير اللي احنا كنا بنتكلم بشانه، والتغييرات وغيره، الكولر برضو بيبقى فيها محترف او معلم، خلينا نقولها بهذا صحيح. الشكل. فتحديات كبيره جدا عندنا، يعني باذن الله يكون عندنا الماتشات اللي جايه كمان طموحات اكبر، ونحقق نتائج اكبر، ونفرح ونفرح جماهير النادي الاهلي كالعاده، لان النادي الاهلي دايما بيكون حريص على ده. فبالتوفيق باذن الله، اللي جاي لسه بطولات كتيره وماتشات كتيره، نتمنى كل التوفيق والتالق كمان للفريق. يعني بالمناسبه انا وانت كنت اتكلمت طبعا على الجماهير هناك في تنزانيا او في ملعب باسيمبا، خليني اقول لك ان الاجواء دايما معذره الاجواء دايما في الملاعب الافريقيه، يعني بنشوف بالنسبه لهم حضور النادي الاهلي يا نهواند في افريقيا بيبقى احتفاليه، بنشوف الجماهير بيبقى في حفلات قبل المباراه. صحيح. الجماهير بتبقى متواجده باعداد مكثفه جدا، بيقدروا ان هم يعملوا حشد مهم جدا، لان بالنسبه لهم وجود النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. يعني احنا في بعض السفريات مع الفريق النادي الاهلي بنلاقي الجماهير بتروح تتصور مع الباص بتاع النادي الاهلي، فانت بتقول له يعني انت بتعمل ايه، او بتقول لك لا ده الحافله اللي فيها النادي الاهلي. ده ياكد لك المكانه اللي انت واصل لها. صحيح. مش بس في الداخل، انت واصل لها في افريقيا وفي العالم. هو في على فكره بالمناسبه بعض المشجعين لكره القدم الاوروبيه ما يعرفوش ايه اصلا، يعني ايه الفرق اللي موجوده في افريقيا او في مصر، بس عارفين النادي الاهلي. ده بالمناسبه انا بكلمك بجد. صحيح. اتكلمنا في ده قبل كده لما كنا بنقول حتى بعض السائحين من الدول العربيه، ما بتكلمش عن الاجنبيه، الدول العربيه لما بييجوا يزوروا مصر بيبقى النادي الاهلي ودولاب البطولات من الزيارات اللي هم بيبقوا حاطينها في الجدول او في البرنامج بتاعهم. انا عايز اروح النادي الاهلي اتصور مع بطولات النادي الاهلي. فده بياكد لك ان احنا لازم تعرف القيمه اللي انت بتشجعها او القيمه اللي انت منها، دي حاجه كبيره جدا. والكلام ده تاني، ده مش كلام طالعين نقول كليشيه او كلام مرسل وخلاص، ده واقع بيحصل. حضراتكم اكيد عارفين ولامسين اللي انا بقوله ده. فلا طبعا كلامك مظبوط، حتى لو كنا منافسين في بعض الماتشات وبعض البطولات، لكن هتلاقي حريص جدا الجماهير ان هي تتصور، لان قيمه، طبعا قيمه كبيره. الواقع هو اللي بيقول كده مش احنا. يعني بص انا واندي في النقطه دي بالتحديد، بعض الفرق في افريقيا بيبقى بالنسبه له البطوله هو مباراته امام النادي الاهلي، يعني فريق ماميلودي سان داونز، واحنا بنبقى موجودين هناك في جنوب افريقيا بنشوف الجماهير والشغف اللي عند الجمهور انها تحقق انتصار على النادي الاهلي، بالنسبه له خلاص اخذ البطوله. او يظهر بظهر على الاقل في نديه. طبعا بالظبط، فدي بتبقى من الامور المهمه جدا. يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. ويعني المستر كولر وتحضيراته لهذه المباراه امبارح انتظم سباعي الاهلي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومروان عطيه واحمد نبيل لكوكا وحسين الشحات في تدريبات الفريق الاحمر مساء امس الثلاثاء على يعني ملعب مختار التيتش قبل السفر الى تنزانيا عصر اليوم، بعد عودتهم طبعا من الامارات، وده بعد انتهاء معسكر منتخب مصر منتخب الفراعنه طبعا اللي كان ضمن اجنده شهر اكتوبر الجاري. طبعا الفريق كان منتخب المصري كان خاض مباراتين وديتين امام منتخبي زامبيا والجزائر، كسبنا طبعا زامبيا وتعادلنا في مباراه الجزائر، وطبعا استفدنا في الحديث عن هذه المواجهتين وكيفيه الاستفاده طبعا من هذه المباراتين، سواء للمنتخب المصري او ايضا لمنتخب الجزائر انه استفاد من مواجهته لمنتخب مصر. مستر مارسيل كولر طبعا اتكلم مع اللاعبين واكد على ضروره التركيز الشديد من اجل تقديم افضل ما يمكن خلال مواجهه سيمبا، ويعني من اجل تحقيق ضربه بدايه قويه جدا في البطوله، خاصه ان المباراه مش هتبقى سهله امام فريق سيمبا، يعني اكيد عنده تطلعات كتير جدا، عنده مدير فني، عنده لعيبه مميزه جدا، انه عايز يحقق نتيجه للنادي الاهلي امام النادي الاهلي، خاصه ان هي هتبقى مواجهه الافتتاح وضربه البدايه. انا وانت عشان هي بقى كمان مواجهه الافتتاح، وعشان هي مع النادي الاهلي زي ما احنا كنا بنتكلم، الجماهير هناك وانا بحب اتابع برضو يعني الاجواء دايما، وتحديدا ابص الناس كاتبه ايه والمنافس وغيره والجماهير. جماهير هناك، جماهير سيمبا، عايز اقول لكم يعني جاهزيه غير عاديه واحتفاليه غير عاديه. يمكن الصور اللي قدام حضراتكم دي بتاكد او بتشرح الكلام اللي انا بقوله. مشاهد يعني استعداد على اعلى مستوى، ناس سعيده، ناس عندها كده يعني سسبنس او حاسين ان هم متشوقين لهذه المباراه، خلينا نقول مباراه او ضربه بدايه قويه جدا بالنسبه لهم. اكيد هم نفسهم يحققوا اكيد فيها النجاح او الفوز، كلها امال مشروعه بالمناسبه. طبعا هنتكلم تاني ونرجع نقول المباراه وهي على ارضهم
ممكن تكون مقلقة إلى حد ما، زي ما اتكلمنا هي ملاعب رائعة جدا، جماهير عندها يعني قوة تشجيعية رائعة برضو وكبيرة، لكن برضو احنا النادي الأهلي برضو احنا يعني جماهيرنا في كل حتة في العالم. انت لما بتروح أي حتة طبعا بالأعداد الكبيرة المصريين طبعا يعني ربنا يزيدنا أكيد، لكن الأهلاوية كتير جدا. انت ما فيش ممكن دولة أوروبية حتى لو دولة بعيدة جدا في قارة مختلفة تيجي هناك، لو لقيت مصريين هتلاقي في أهلك هناك وأهلاوية وموجودين. فالواحد مش قلقان، والجاليات المصريه زي ما اتكلمنا في كل دول العالم باعداد كبيره، والاهلاويه باعداد كبيره، فاحنا ما بنقلقش قوي من الحته دي، دايما بنحب يكون اهالينا وجماهيرنا موجودين. لكن طبعا لو جيت قارنت لا هتلاقي اعداد متفوقه جدا من الجماهير هناك، لكن ده برضو شيء ما يخوفناش، يسعدنا بشكل كبير. ولو رجعنا بلغه الارقام شويه وقارنا، خليني اقول لحضراتكم تاريخ كمان مواجهات الاهلي وسيمبا التنزاني. انت بتتكلم ان هم اتقابلوا في 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا تحديدا، نجح كل فريق منهم في الفوز 2، وتفوق الاهلي في فارق الاهداف بتسجيل 6 اهداف واستقبال 2. يعني زي ما ممكن نقول كده دايما ما فيش مباراه سهله، ولازم يكون في تركيز، ولازم يكون في احترام للمنافس، وده موجود اكيد عشان تحقق الهدف في النهايه وهو الفوز اكيد تاني بجميع المباريات حتى حصد اللقب. احنا ما بنهداش لغايه لما بنوصل لحصد اللقب، ما فيش حاجه اسمها اصل المباراه دي حلوه حققنا فيها اداء رائع جدا، حققنا فيها النتيجه المرجوه، نريح بقى المباراه اللي بعدها. الكلام ده وان كان بيحدث في بعض المباريات زمان، اعتقد ده غير مقبول تماما دلوقتي. يعني مفيش حاجه اسمها اصل انا لعبت مباراه قويه فانا اللي جاي هريح، كنا بنشوفها بصراحه، لكن مفيش حاجه اسمها كده ابدا دلوقتي. كل مباراه لازم تاخدها على محمل الجد، كل مباراه احنا منتظرين منك الافضل فنيا وكمان على مستوى النتيجه في الارض. فاتمنى ان شاء الله اللي جاي. بس انا كمان يعني في ناس تقول لك يا فاروق المباراة دي لو كانت 0-0 كويس، أنا من الناس اللي شايفة لا بعكس. بالزبط. أنا صحيح. منتظرة على الأقل 1-0 من النادي الأهلي بإذن الله، علشان نيجي هنا برضو ونحقق نتيجة أفضل، فبإذن الله ده يحقق يعني. يعني أنا هود تأكيدا على كلامك، يعني إحنا دايما خلال الفترات الماضية كنا دايما نقول إيه، نحقق نتيجة إيجابية بره، إن إحنا نتعادل 0-0، تتعادل 1-1 بالنسبة لك كانت بتبقى نتيجة مرضية. الفكر ده اتغير خاصة مع الجيل الحالي، يعني الجيل الحالي جيل من الأجيال التاريخية في تاريخ النادي الأهلي، ولازم الجيل ده ياخد حقه فعلا. يعني أنا هوندو احنا موجودين في معسكر النمسا لاستعداد الأهلي للموسم الجديد، طالع معسكر استعداد محظوظ انت في المعسكرات في التواجد ماشي في الكواليس يعني بتبقى حظنا كويس. ففي معسكر النمسا انت طالع معسكر استعداد للموسم الجديد وبتكلم خلاص انت بتفكر في الموسم الجديد. يعني لقيت بعض اللعيبه قاعدين بيتكلموا احنا الموسم اللي فات واخدين 5 بطولات، السنه اللي جايه احنا عندنا 8 على 8 بطولات او 9 بطولات. الجمهور مش هيقبل غير 10 بطولات، يعني ما عنديش اوبشن ان انا يعني اخد 5 او اقول لا يا جماعه احنا خدنا 5 بطولات. فبالتالي الفكره اللي بقت عند لعيبه النادي الاهلي او اللي موجوده طبعا وبناكدها عند لعيبه النادي الاهلي، انا هدفي ان انا هلعب لاخر دقيقه، هلعب ان انا احقق الفوز بره ملعبي جوه ملعبي. صحيح. ودي العقليه اللي مستر كولر توافقت ولقيت مدرب على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي. انا من النقاط المهمه برضه نهاوند الصور دي، لان دي احنا كنا بنيجي في اول الموسم دايما بنعمل عقود الرعايه بتاعه النادي الاهلي وبنقول ليه الرعاه دول اختاروا النادي الاهلي، ما هو عشان الصور دي، عشان قيمه النادي الاهلي دي. شايفين ادي الصور يعني نهاوند بالستيكر الخاص بمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني بيتعلق في كل مكان، تحس ان هي احتفاليه يعني عالميه، يعني تحس ان ده حدث كبير عندهم بيحتفلوا بيه كل الناس. يعني انت ما بتشوفش المشاهد دي في كل حته على فكره، لكن قصه ان هم بيواجهوا الاهلي لا دي مباراه وحدث عالمي. وبالمناسبه لو حضراتكم انت كمان يا فاروق لو دخلت هتلاقي الصحف بتكتب من قبل المباراه باسبوع عن المواجهه. انا بكلم حضراتكم بجد، خشوا وشوفوا على تويتر، يعني انا مش بقول كلام وخلاص، انا متابعه الموضوع، متابعه الملف، وبعمل كده في كل مباراه. يعني فلا في احتفاء كبير جدا، في انتظار، في تشويق، فباذن الله احنا بقى نفاجئهم بالفوز مش بالتعادل السلبي، اتمنى ذلك. يعني انا هوند اللي احنا رحنا مع النادي الاهلي لبلاد افريقيه كتير، ما فيش نادي في افريقيا بيحصل معاه اللي بيحصل في افريقيا غير النادي الاهلي، ودي قيمه ومكانه النادي الاهلي. انا بتفاجئ بان جماهير ماميلودي سان داونز، احنا دايما بنقول ان بريتوريا هي معقل فريق ماميلودي سان داونز، لكن لما المباراه بتروح تلعب في جوهانسبرج او بتتنقل لملعب اخر من ملاعب جنوب افريقيا، نفس الجماهير نفس العدد، اعداد كبيره جدا رايحين يحتفلوا بوجود النادي الاهلي.
بيبقى حلمه ان هو يفوز على النادي الاهلي، وهي دي من النقاط المهمه جدا، وده اللي بيخلينا دايما نقول قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي براند، والنادي الاهلي لما بنيجي في بدايه الموسم وبنقول عقود الرعايه، وليه الاهلي بياخد مثلا 10 وغيره بياخد 2 او 3، هي دي قيمه النادي الاهلي. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي غاليه قوي. بص يا فاروق، يمكن في بدايه الموسم اول ما كنا بنتكلم عن عقود اللي هي السبونسرز والسبونسرشيب والكلام ده كله، عقود الرعايه يعني، اتكلمنا في ده باستفاضه. هي القصه كلها في ايه؟ الموضوع بسيط جدا. انا دلوقتي كشركه عالميه، انا شركه عالميه وليا اسمي وانا براند برضو، لما اجي احط اللوجو بتاعي على حاجه، اللوجو بتاعي ده مش لازم احطه على حاجه تليق بيا تبقى في نفس المستوى. فهي قصه كده، انا دلوقتي لو شخص او كيان عالمي لازم اشوف اللي يليق بيا. وكم حضراتكم، خليني اقول لكم، مش النادي الاهلي هو اللي بيسعى لعقود الرعايه. انا بقول لحضراتكم وانا مسؤول عن الكلام ده، ناس كتيره جدا وكيانات عالميه هي اللي بتسعى لرعايه النادي الاهلي. في فارق كبير، لان انت كبير، فلما صح. تبقى انت كبير الناس تتمنى ان اسمها يبقى جنبك، ترتبط باسمك. وين وين سيتويشن زي ما بيتقال، صح. هنا ناجح وهنا ناجح. واكيد النادي الاهلي كمان على الصعيد الثاني بيفتخر ان يبقى على التيشيرت بتاعته لوجوس شركات كبيره، فهنا مكسب وهنا مكسب. فالموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه، لكن ده بيؤكد تاني النقطه اللي كنا بنتكلم فيها. واحنا مش طالعين على فكره ناكد حاجه، بس هو واقع تاني، احنا مجرد بس بندردش فيه. فانت حاجه كبيره، انت براند كبير فعلا زي ما انت قلت، فدي حاجه بتشرفنا، حاجه بتسعدنا. وسلسله برضو يعني المشاهد اللي شفناها والزيارات المختلفه اللي بتبقى من رؤساء انديه لكابتن محمود الخطيب في النادي، حاجه برضو روعه. شفتوا فين ده بيحصل قبل كده؟ على فكره انا عايزه الناس تبعت لنا، يعني ابعتوا لنا، خلي يبقى في نقاش ونقرا. على فكره ابعتوا لنا على صفحه العشر الصبح في الاهلي، يعني فين شفتوا قبل كده رؤساء أندية أخرى بتيجي وبتزور وبيبقى بالحب وبالشغف وبالمشهد المحترم ده أندية أو رؤساء أندية؟ أنا ما شفتش، لكن ده حصل كتير مع كابتن محمود الخطيب، وصورنا لحضراتكم الجولات وعرضناها في 10 الصبح في الأهلي وعلى قناة الأهلي، فكلها مشاهد محترمة، كلها في الآخر تخلينا نفرح بانتمائنا لهذا الكيان. وعايزين بقى نفرح أكتر إن شاء الله لما الفريق بتاعنا هذا الموسم يقدم لنا موسم آخر استثنائي زي الموسم اللي فات. كل التوفيق ليهم بإذن الله. طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهه. عايزين نروح لملف اخر، ويعني الاتحاد المصري للمواي تاي اعلن عن فوز مصر بتنظيم البطوله الافريقيه للمواي تاي في فبراير المقبل، والقرار صدر خلال اجتماع محمد ابراهيم رئيس الاتحاد مع ستيفان فوكس الامين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي وادريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي في انطاليا بتركيا لمناقشه عدد من ملفات الدول المتقدمه لاستضافه البطوله الافريقيه. ودي بقى هتبقى النسخه الثانيه من البطوله الافريقيه اللي هتستضيفها مصر بعد نسخه عام 2021، واللي اقيمت في استاد القاهره الدولي بمشاركه عدد كبير من الدول الافريقيه. كل التوفيق طبعا للرياضه المصريه في اي ملف، ونبقى مبسوطين انا واندي دايما احنا بنتكلم على تعدد الالعاب او الانشطه الرياضيه اللي احنا بنشارك فيها. بس دي نقطه طبعا، والنقطه الثانيه اللي بتفرحك كمان ان انت ابتديت تسمع عن رياضات ما كناش اصلا نعرف عنها، يعني بعض الناس ما كانتش تسمع عنها، بتسمع عن الكروكيه وكره الريشه والبلياردو، احنا نسمع كرياضات بس احنا ما نعرفش مصر فين. لا مصر وصل حته بعيده جدا، والرانكينجز حلوه جدا، بس يمكن الاهتمام كان العشر سنوات الماضيه برياضات معينه، يمكن كان السكواش كره القدم وغيره، لكن دلوقتي اصبح في اهتمام بس مش اعلامي، جماهيري كمان، برياضات كتيره جدا. خليني اقول لحضراتكم كمان استكمالا لخبر فاروق، دكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، هنا انا بتكلم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، قال تحديدا ان مصر هتشارك في بطوله العالم للجولف كروكيه بس فوق ال50 المقامه في استراليا. على فكره ليها متابعين كتير جدا، ليها متابعين كتير جدا، هي بطوله زي ما بيتقال سن كبير، بس السن ده اكتر سن اصلا الكروكيه بيبقى بيجذبه، لان حضراتكم عارفين الكروكيه مش لعبه كانت زمان شبابيه، ابتدى دلوقتي يبقى في سن اصغر، لكن هي في العموم لعبه للكبار شويه السن او متقدمين في السن. فانت بتتكلم البطوله دي هتقام حتى 21 اكتوبر ان شاء الله الجاري، ومصر بيمثلها في بطوله العالم دي اللي بنتكلم عنها فوق ال50 اربع لاعبين، عندك احمد المهدي ده بطل العالم في نسخه 2015، وياسر فتحي وصيف نسخه بطوله العالم فوق ال50 في 2019، واللاعب الدولي عمر فهمي، واللاعب المخضرم
الحكم طبعا، يعني محمد ابو النور، كلها اسماء كبيره في هذه الرياضه، معروفه للناس اللي بتعشق هذه الرياضه او بتتابعها. يعني بالتوفيق ليهم، وسعداء ان احنا نكون متواجدين في كل البطولات، حتى البطولات اللي هي يعني ما فيهاش اهتمام اعلامي كبير، لكن احنا في 10 الصبح في الاهلي وفي قناه الاهلي اعتقد ما بنسيبش بطوله غير لما بنتكلم عنها، يعني ما بنسيبش ملف غير لما بنتكلم عنه. يمكن البدايه بتكون من عندنا، بعد كده بينتشر. يعني انا مش عايز اقعد اتكلم، بس ده واقع حقيقي. يعني احنا اهتمينا كتير يا فاروق في البرنامج ده بملفات ما كانش حد بيركز عليها، بس بعد لما بنتكلم فيها كتير من الناس بيتكلموا فيها، ده اكيد نجاح يعني ندل على حاجه. فنتمنى كل التوفيق، واكيد هنتابع برضو مع حضراتكم مجريات هذه البطوله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج 10 الصبح في الاهلي. طبعا انا هوندا تم استضافه الكتير جدا من النجوم وابطال الالعاب الاخرى، حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نسلط الضوء، وهم دايما يعني في اثناء تواجدهم معانا في اي حديث ليهم طبعا يعني بيوجهوا الشكر لقناه النادي الاهلي والبرنامج 10 الصبح او كافه البرامج الموجوده في قناه النادي الاهلي على التغطيه الاعلاميه. يعني انا بالنسبه لي كواحد من المراسلين كنا دايما بنروح، يعني الامور ممكن تكون مقتصره على كره القدم، لا كنا بنروح تقريب في كل مكان، حاول نغطي كل الالعاب. الزملاء ايضا في البرنامج بيحاولوا ان هم يغطوا كل الالعاب، بنحاول احنا نسلط الضوء على الرياضه المصريه ومنظومه الرياضه المصريه اللي كلنا دايما يا نهاوند بنتمنى نشوفها في المكان طبعًا اللي تليق بجمهوريه مصر العربيه. صحيح. اسمحوا لنا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نستعرض مع مراسلتنا العزيزه مريم سميح اخبار النادي الاهلي الاخيره والكواليس كمان والفرق المختلفه. مريم صباح عليكي، طبعا صباح الخير. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا فاروق، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم والفرق الرياضية الأخرى. ولكن قبل أي كلام وقبل أي أخبار لازم أضم صوتي لصوتكم طبعا يا نهاوند ويا فاروق، ونعزي كل أشقائنا وإخواتنا الشهداء في غزة وفلسطين. الحقيقة أحداث مؤسفة بيشهدها العالم العربي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله نصره قريب جدا. ويعني الحقيقه ان احنا كلنا سواء اهلاويه او غير اهلاويه او كل المصريين يعني بنشعر بالحزن الشديد لهذه الاحداث، ولكن ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى ان هذه الاحداث المؤسفه تنتهي عن قريب جدا. خلينا بقى ننتقل لاخبارنا ونبدا بالفريق الاول لكره القدم. الحقيقه يعني اثناء حديثنا دلوقتي هم خلاص تجمعوا، لان حقيقه المران كان التجمع في تمام الساعه 10 صباحا، والمران هيبدا في تمام الساعه 11 صباحا، ده طبعا قبل مغادره القاهره. هيتوجه طبعا الفريق الى تنزانيا لخوض اكيد يعني المباراه الاولى او الذهاب دور الثمانيه امام سيمبا التنزاني. الحقيقه طبعا هي مباراه هامه جدا، وكان المران سواء يعني امس او اول امس او خلال الفتره الماضيه عقب التوقف الدولي اللي الحقيقه استمر لمده 5 ايام حصل فيها الفريق على يعني راحه سلبيه، النهارده المران طبعا الاخير قبل التوجه لتنزانيا لكل المشاركين. وخليني اقول لكم يعني بعض أهم الملامح اللي حصلت في مران الأمس. الحقيقة أن مران الأمس كان في مشاركة كل الدوليين عقب طبعا عودتهم من المشاركة في وديتي زامبيا والجزائر، والحقيقة أن مستر مارسيل كولر حرص أن هو يعني يقيم اجتماع معهم أو يعني زي محاضرة معهم على هامش المران، اطمأن عليهم. وكمان يمكن كان ليهم يعني تدريب خاص وتدريب استشفائي، ده طبعا يعني تخفيفا للإجهاد العضلي والحمل البدني اللي أكيد كان يعني كبير عليهم جدا خلال الفترة الماضية أثناء تواجدهم مع معسكر المنتخب المصري. يعني خليني أقول لكم كمان أن دكتور أحمد جبالله دكتور الفريق أو رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، الحقيقة أن هو أكد أن كل الأمور الخاصة بكل المصابين خلال الفترة الماضية يعني كان في أشعاعات طبعا وكان في برامج تأهيلية جديدة، والحقيقة أن هو يعني طمئن كل جماهير النادي الأهلي أن الأمور مستقرة، وأن الأشعاعات الجديدة كمان يعني دلت على أن هي مطمئنة للغاية، وأن هم هيشاركوا بشكل طبعا يعني طبيعي خلال الفترة المقبلة مع بقية الفريق والتدريبات الجماعية سواء سوليا كريم فؤاد ويمكن كمان عدد من المصابين ابرزهم محمود متولي. فالحقيقه ان شاء الله بنامل ان يكون كل المصابين في حاله جيده جدا وان هم يشاركوا في التدريبات الجماعيه ومن ثم بعدها يشاركوا طبعا في المباريات. كمان يمكن اليو ديانج واحمد نبيل كوكا شاركوا في مران الامس، وكل الدوليين كانوا موجودين باستثناء طبعا علي معلول اللي يمكن كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي يعني تواصل معاه لان هو هيلحق ببعثه النادي
النادي الأهلي طبعا في تنزانيا، يمكن لم يلحق بيهم في القاهرة ولكن هيلحق بيهم على طول في تنزانيا. بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إن شاء الله في أولى مواجهات ذهاب طبعا أمام سيمبا التنزاني. وزي ما احنا عارفين إن هو إن شاء الله يعني في حالة الفوز هيستقبل او هيلاقي طبعا سواء بيترو اتلتيكو او سان داونز، ولكن الحقيقه طبعا ان كل المؤشرات بتقول ان هو هيكون سان داونز. بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي اللي خلاص يعني بعثته هتغادر كمان ساعات قليله جدا الى تنزانيا. خلينا بقى ننتقل لسله الاهلي ورجال سله الاهلي طبعا بعد غد ان شاء الله في نفس يوم مباراه النادي الاهلي امام سيمبا التنزاني، هيكون عندهم مواجهه مهمه جدا طبعا رجال سله الاهلي امام الزمالك في السوبر المحلي واللي هيقام في البحرين، هتكون في تمام الساعة 7 مساء. ومن بعد كده بقى بعد عودتهم إن شاء الله هتكون أولى مواجهتهم المحلية أمام نادي الشمس، هتكون يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري، ده طبعا في بطولة الدوري. أما بقى بالنسبة ل يعني سيدات سلة الأهلي بعد الانتهاء من الدورة المجمعة الأولى والدورة المجمعة الثانية في الدوري، هيكون بقى يعني أولى مباريات دور ال 16 أمام طبعا التوفيقية إن شاء الله هتكون يوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء. كمان يعني يمكن رجال يد الأهلي امبارح حققوا فوز مهم جدا على البنك الأهلي بنتيجة 38-24، ده في الجولة العاشرة من دوري المحترفين، وبكده بقى يكونوا حققوا العلامة الكاملة في العشر جولات اللي خدوهم سواء يعني قبل حتى توجههم لكونغو طبعا، ويعني بعد ما فازوا بكأس البطولة الإفريقية للأندية. الحقيقة أن كانت أول مواجهة ليهم كانت ترسانة والجزيرة وبعدها البنك الاهلي اللي كانت مساء امس واللي اقيمت فيه تمام الساعه 8 مساء، قدروا فيها ان هم يحققوا بقى عاشر فوز على التوالي بعد كل المباريات الماضيه في دوري المحترفين، وبكده ان هم بيتصدروا جدول الترتيب وحققوا العلامه الكامله. اما بالنسبه بقى لسيدات يد الاهلي ان شاء الله هيكون عندهم برضو يعني اولى مواجهتهم في او اولى مواجهتهم المحليه في الدوري هتكون بعد غد ايضا يوم الجمعه امام البنك الاهلي. اخيرا بقى يمكن على مستوى الالعاب الرياضيه الأخرى، الحقيقة إن سباحة الأهلي حققت البطولة الجمهورية أو الكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة سواء على مستوى عمومي سيدات ورجال وأيضا ناشئين ونشئات. الحقيقة إن كانت البطولة بتقام في مدينة الإسكندرية، أقيمت بدءا من يوم 13 وانتهت مساء أمس يعني من 13 حتى 17 من أكتوبر الجاري. والحقيقة يعني إن سواء فرق العمومي أو فرق الناشئين والنشئات قدروا إن هم يحققوا فيها المراكز الأولى قبل طبعا ما يحصدوا الكأس العام لبطولة الجمهورية. والحقيقة يعني إن دايما فرق السباحة بتحقق أرقام كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، وكان آخرها يعني مساء أمس بحصد الكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة سواء على مستوى العمومي رجال وسيدات وأيضا ناشئين ونشئات. دي كانت كل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. بشكرك على الجولة الإخبارية الشاملة يا مريم، بشكرك جدا زميلتنا العزيزة. تغطية مميزة دايما يا مريم، كل الشكر لمريم سميح. طبعا مريم في سياق الأخبار اللي قالتها عندنا طبعا مواجهة، إلى جانب طبعا التركيز كله بينصب على مواجهة سيمبا التنزاني والأهلي في افتتاحية دوري السوبر الإفريقي، المواجهة اللي نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. لكن في نفس اليوم عندنا مواجهة تانية، مواجهة صعبة جدا، هي مواجهة كأس السوبر اللي هتكون ما بين فريق كرة السلة رجال للنادي الأهلي أمام فريق نادي الزمالك واللي هتقام في البحرين. ودايما بنتكلم على دور الكابتن الخطيب في توفير الدعم المعنوي وكافة الأمور للفريق. طبعا في الأيام الأخيرة كان الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع أوجستي بوش المدير الفني لرجال سلة النادي الأهلي طبعا للحديث. ادي الصورة زي ما حضراتكم شايفينها معانا على الشاشة، الكابتن الخطيب طبعا اتكلم مع مستر أوجستي بوش عن المستوى في الفترة الأخيرة، خاصة ده كان بعد خسارة البطولة العربية والنادي الأهلي احتل المركز الرابع. دايما الكابتن الخطيب بيبقى موجود في الموعد، الدعم اللي بيديه للأجهزة الفنية لفريق كرة السلة، احنا موجودين معاكم. طبعا فريق من الفرق المميزة جدا في النادي الأهلي خاصة في الموسم الماضي. كابتن خطيب في الوقت اللي يعني وقت الهزيمه تلاقيه واقف يعني واقف جنبك يسندك، يعني بيقول لك اللي جاي خلاص هننسى اللي فات هنركز في اللي جاي. ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي في المواجهه القادمه امام فريق الزمالك في كاس السوبر المصري اللي نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، وعوده مره اخرى الى منصات التتويج لرجال كره السله في النادي الاهلي.
امبارح بالامس بقى كل وسائل الاعلام العالميه كانت بتتكلم عن المرشح للفوز بكاس. طيب بجائزة. احنا استاذنك لان معانا مداخله. في مداخله. المداخله جاهزه يا جماعه؟ طيب مين اللي معانا؟ طيب خلينا ناخد الناقد الرياضي استاذ احمد غنيم معانا على التليفون. جاهز التليفون دلوقتي؟ طيب يعني على كل حال هو خبر، هو المداخله بتاعت استاذ احمد غنيم حسب ما احنا عارفين ان هي لسه على كل حال. عفوا يا فاروق، خلينا نكمل وبعد كده لان الملف ده مهم جدا ان احنا نتطرق ليه مع استاذ احمد غنيم. ليه؟ طبعا موضوع السله زي ما انت قلت وانا هاخد من كلامك، لان مهم جدا كمان ان احنا ناكد على حاجه. انت قلت جمله جميله جدا، فكره ان كابتن محمود الخطيب بيكون متواجد مش بس مع الفريق الاول لكره القدم وبيدي الاهتمام الاكبر ليه، لا بالعكس بيدي الاهتمام ده والاجتماع اللي حضراتكم شايفينه مع جوز تيبوش طبعا المدير الفني لكره السله رجال عندنا بالنادي الاهلي، ده بيعمله مع كافه الالعاب الاخرى. يعني سواء انت لاعب رياضه زي ما بتقال كده لها جماهيريه كبيره، او رياضه البعض يعني مش بيشوفها هي الامثل او اللي هي ليها جماهيريه كبيره او اللي هي ليها شهره كبيره، لا ما بيفرقش الكلام ده. كل الرياضات مهمه في النادي الاهلي، كل النتائج مهمه في النادي الاهلي، كل الابطال بتوعنا مهمين في النادي الاهلي. فده المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده مكرر دايما مع كل الرياضات مش بس كره السله مش بس كره القدم. فده مشهد مهم جدا، وزي ما فاروق كان بيقول قصه الشق النفسي والدعم المعنوي ده دايما كابتن محمود الخطيب بيكون حريص عليه. دي نقطه مهمه. في وقت الهزيمه دايما الكابتن الخطيب تلاقيه واقف مع اللعيبه بيساند كل الاجهزه الرياضيه في النادي الاهلي في كافه الالعاب. فان شاء الله مردود هذه الجلسه هيكون يوم الجمعه ان شاء الله، وفريق كره السله رجال ان شاء الله بيتوج بهذه البطوله باذن الله. خلينا بقى نرجع بقى ونستأنف اخبارنا. امبارح كل وسائل الاعلام العالميه كانت بتتكلم عن المرشح للفوز بجائزه الكره الذهبيه 2023. طبعا كل التوقعات بتتجه صوب الارجنتين ليونيل ميسي بعد فوزه مع الارجنتين بكاس العالم. وتقارير كتير اعلنت ان مجله فرانس فوتبول المانحه للجائزه بالفعل ابلغت ميسي بانه الفائز بالكره الذهبيه. عامه خلاص يعني تقدر تقول كلها كام يوم هنتابع الحفل وهنشوف الجوائز الافضل يوم 30 اكتوبر الجاري. ميسي حقق ما لم يحققه اي لاعب في تاريخ كره القدم. بص دايما بيطلق على ميسي قال لك ان هو قفل اللعبه، فيعني اعتقد هو فعلا قفل لعبه كره القدم وحقق فيها كل يمكن حاجه بعد كمان تتويجه بكاس العالم، عشان بعد كده انت بتتكلم كان بيختار النادي اللي هو يعني ينضم ليه، وكان بمنتهى الهدوء كمان بيفكر مش ليها حسابات، هو عايز يختم يمكن مسيرته الكرويه في نادي يكون بالنسبه له الافضل ومريح كمان ليه ولعائلته. تابعنا طبعا هذا الملف في وقتها يعني بشكل اكثر تفصيلا، لكن فكره انضمامه طبعا لانتر ميامي الامريكي واللعب فيه، هو بيلعب دلوقتي للمتعه زي ما بيتكلم او زي ما بيصرح دون ضغوط تماما، واعتقد هو ده ذكاء برضه. يعني هو مش محتاج يثبت حاجه تاني ابدا في كره القدم. وفكره كمان ان هو لو فاز بالكره الذهبيه هذا العام فانت في مقبله او يعني فرانس فوتبول هتكون المره الثامنه في العموم، وده رقم اعتقد قياسي جدا لان هو اقرب حد ليها حسب برضو معلوماتنا بعد حصوله على الكرة الذهبية كان رونالدو كان وقتها خمس مرات فقط. فيعني فوارق كبيرة، خلينا ننتظر، بس أنا أعتقد طبعا هو الأقرب ليها كمان هذا العام. دي بقى المداخلة دلوقتي معانا الناقد الرياضي الأستاذ أحمد غنيم. أستاذ أحمد صباح الخير، مصبح عليك طبعا أنا وفاروق في البداية. صباح الخير عليك أنا وأندا وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بص أنا هبدأ معاك حاجة حاجة، بس خلينا نبدأ في البداية. يعني ميسي قريب ام بعيد، او النسبه اكبر بالعكس هو اللي هيفوز بالكره الذهبيه هذا العام ومن جديد هيحقق يعني تاريخ كبير او تاريخ جديد؟ خلينا نعرف منك. بالتاكيد ميسي هو الاقرب لتحقيق الكره الذهبيه كما ذكرت، ان هو المره الثامنه في تاريخه هيكون هيبتعد بفارق 3 مرات عن اقرب ملاحقيه هو البرتغالي كريستيانو رونالدو. طبعا دي كانت سنه كاس العالم او كان الموسم الماضي وكان موسم كاس العالم، وبالتاكيد هو اهم حدث في كره القدم على الاطلاق، اهم حتى من دوري ابطال اوروبا، رغم المستوى الاستثنائي الحقيقه اللي قدمه ايرلينج هالاند مواجه مانشستر سيتي وتحقيقه الثلاثيه التاريخيه مع مانشستر سيتي وتسجيله حوالي حتى الان يعني 60 هدف في 65 مباراه مع مانشستر سيتي. صحيح ان ميسي على مستوى باريس سان جيرمان كان طبعا النتائج كانت سيئه جدا واكتفى بتحقيق الدوري الفرنسي ورحل بشكل سيء جدا وخلافات شديده جدا مع جماهير باريس، وحتى الجماهير كانت يعني
باللغه المصريه بتدوم عليه بشكل جامد جدا، لكن تبقى سنه كاس العالم ميسي هو الاقرب، حتى ان بعض وسائل الاعلام مش بس الاسبانيه كما حدث بالامس، وسائل الاعلام الارجنتينيه تحدثت كمان ان مالك انتر يعني معظم مالك انتر ميامي وكمان عائله ميسي حجزوا بالفعل طيران العاصمه الفرنسيه باريس لحضور الحفل ان شاء الله اواخر الشهر الحالي. فكل المؤشرات بتقول بالفعل ان ميسي هو الاقرب لتحقيق البالون دور. كويس. طب ليه المعقيل مؤخرا وانتشر بشكل كبير كمان، بعض شايف ان هالاند هو اللي يستحقها اكثر هذه النسخه، يعني رايك ايه برضو في الناس اللي رايها بهذا الشكل؟ طبعا هو هالاند بالتاكيد يستحقها، يعني يستحقها، لكن مشكله هالاند الرئيسيه ان هو جاء الموسم اللي فات كان موسم كاس العالم، وكاس العالم اهم اكيد من دوري ابطال اوروبا، صحيح ان دوري ابطال اوروبا هي اهم بطوله اساسيه على مستوى العالم، وهالاند بالفعل قدم مستويات استثنائيه وساهم في الثلاثيه الثلاثيه لمانشستر سيتي، لكن هي سنه او موسم كاس العالم، وموسم كاس العالم بالتاكيد ميسي كان هو يعني القاطره التي قادت الارجنتين لتحقيق لقب البطوله، فبالتاكيد يعني يمكن دي النقطه اللي كان عليها خلاف، هو لغايه دلوقتي في خلاف بالمناسبه في ديبيت كبير جدا على الموضوع ده لغايه دلوقتي، ميسي ام هالاند، لكن انا في وجهه نظري ميسي يستحقها لانه بالتاكيد الموسم الماضي كان موسم كاس العالم. استاذ احمد انا بصب عليك، الاخبار كلها زي ما انت قلت بالراحه في اتجاه طبعا ليونيل ميسي، لكن من وجهه نظرك او شايف مين اللي هيكون يعني جائزه افضل حارس ومين هيكون افضل مدرب في استفتاء هذا الموسم؟ لو يعني المفترض ان ميسي هيفوز بالبالون دور طبقا ان هو قائد الارجنتين لكاس العالم، فهتكون جائزه افضل مدرب تنزل ليونيل سكالوني مدرب الارجنتين، وان كنت اتوقع ان ممكن بيب جوارديولا هو يحققها نظرا طبعا للثلاثيه التاريخيه اللي قاد بيها مانشستر سيتي الموسم الماضي، فهي منافسه هتبقى بين سكالوني وبين جوارديولا، انا شخصيا اتمنى جوارديولا، يعني جوارديولا الحقيقه اللي عامله مانشستر سيتي الموسم الماضي شيء اسطوري، لكن سكالوني منافس ومنافس بقوه نظرا برضو لانها كان الموسم الماضي هو موسم كاس العالم، وسكالوني قاد الارجنتين لتحقيق لقب كاس العالم بعد غياب حوالي اكثر من 30 سنه. يعني من النقاط المهمه وايضا يعني كان في حديث نهاوند عن هذا الامر ان ميسي بيلعب او اختار انتر ميامي للمتعه بعيدا عن الضغوط، بنشوف برضو ميسي في ادائه في يعني في نفس تاثيره على الكره في فريق انتر ميامي، شفت يعني تواجد ميسي او لعب بحجم وقيمه ميسي في الدوري الامريكي شفتها ازاي، مدى التاثير اللي هو قدر ان هو يصنعه هناك في الكره في فريق انتر ميامي؟ لا هو عمل تاثير كبير، يعني انا حتى على المستوى الشخصي اضطريت يعني اشترك في المنصه اللي بتبث مباريات الدوري الامريكي حتى اتابع ليونيل، حتى المباراه طبعا بتقام بشكل متاخر بتوقيت مصر، تاثير كبير جدا، بنشوف مشاهير امريكا من فنانين ومغنيين وسياسيين وحقيقه كل الطوائف في الولايات المتحده الامريكيه بيحضروا مباريات، وبدا بالفعل جذب مره اخرى، اعتقد ده اقوى تاثير على كرة القدم من ناحية تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تعاقد لوس أنجلوس جالاكسي مع ديفيد بيكهام اللي هو أحد بلاك انتر ميامي حاليا في صيف 2007. أنا أعتقد ده من أقوى تأثير في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة، أعتقد ده هيدي بوش كبير جدا، خاصة إن تعاقد مع ميسي تحديدا مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية نظرا كمان هي مقبلة على تنظيم كأس العالم رفقة المكسيك وكندا في نسخة 2026 اللي هتكون نسخة تاريخية أول مرة تكون تشهد مشاركه 48 منتخب، مش عارفين حتى بالمناسبه ميسي هيلعب ولا لا، لكن ميسي كما ذكرت نهاوند كما ذكرت حضرتك اختار اختيار واقعي جدا بالنسبه ليه، هو قفل كره القدم بالفعل، هو بيلعب دلوقتي للمتعه، واختار ايضا اختيار عائلي لان العرض كان مقدم من المملكه العربيه السعوديه، كان عرض خيالي بيتكلم كان الراتب السنوي بيتخطى 400 مليون يورو، لكن هو رفض كل ده وفضل الاختيار عائلي. اه صحيح طبعا راتبه في انتر ميامي ممكن بيصل بحساب بقى الرعاه والدعايه وكل ده بس 300 مليون يورو سنويا، لكن طبعا هو اختيار برضه جزء منه عائلي وجزء ايضا منه، الاختيار ده مهم جدا للولايات المتحده الامريكيه ان هم مقبلين على تنظيم كاس العالم، فبالتاكيد هو بيستفيد ان هو في نوع من الريلاكسيشن، والنادي بتاعه بيستفيد بالتاكيد تواجد ميسي، والدوري الامريكي بيستفيد، والبلد كلها بتستفيد ان هم مقبلين على تنظيم كاس العالم بعد كاس. هو اصلا المجتمع الامريكي اصبح دلوقتي بيهتم اكتر بكره القدم، وده مش مبالغه مني، يعني اكيد حضرتك متابع واكيد حضراتكم دلوقتي اللي بيسمعني فاهم انا بتكلم فيه ومتابعين، الثقافه الامريكيه والشارع الامريكي لا يهتم كان الا تحديدا بكره السله، دي الرياضه الاولى عندهم يعني، لكن مع قدوم ميسي حتى احنا شفنا فيديوهات استاذ احمد لحضرتك طبعا تابعتها اكيد، ميسي في الاول لما كان اول ما راح خالص لما كان بيمشي في الشارع ما كانش الناس بتلاحظه من الثواني الاولى،
كان بيقعد شويه وبعدين كان في حد يعني مصور المشهد ده بشكل مفصل. الناس مش بتعرف ده مين على طول، لان هم هناك بطبيعه الحال مش ملمين قوي بكره القدم. طبعا هو شخصيه عالميه معروفه، لكن الناس مش مهتمه قوي بيه زي ما تهتم مثلا بلاعب في السله يعني. فهي دي النقطه. لكن دلوقتي لما تيجي تتابع تلاقي لا، تعليقات كتيره جدا وشار كبير جدا واهتمام كبير جدا وحضور جماهيري اكتر للماتشات المختلفه. فده برضو يؤكد ان فعلا ميسي حقق برضو نجاح كبير جدا وطور كره القدم او مفهومها هناك في امريكا يعني. ده بالتاكيد بالتاكيد بتفق مع كل كلمه قلتيها انا هوند. ويعني يعني انا اعتقد ان التعاقد مع ميسي كان ليه ابعاد اخرى كمان بعيده جدا، كمان نوع من الدعايه، كمان نوع برضو في اجزاء يعني مش عايز اخش في الجانب السياسي، لكن برضو نوع من تحسين الصوره بعد الشهيرات المساله الامريكيه. ولكن في كل الاحوال هو كان صفقه مهمه جدا للكره الامريكيه، واعتقد هم هيستفيدوا بشكل كبير جدا، وهيحاولوا هم اكيد بيحلموا ان ميسي ما يحسمش قصه مشاركته في مونديال 2026، لكن هم بالتاكيد بيحلموا ان هو رؤيه ميسي مع منتخب الارجنتين في مونديال 2026 على الملاعب الامريكيه. رائع جدا. قبل ما نختم برضو يعني اكيد حضرتك برضو ملم بهذا الموضوع، عايز اتكلم شويه او حتى سريعا عن اللجنه الاولمبيه وقرارها بضم السكواش. ان احنا كنا بنقول يا ريت، بقالنا سنوات بنقول يا ريت، لان السكواش من الرياضات اللي احنا متالقين فيها جدا عالميا. لما اجي اتكلم عن التوب 10 خمسه منهم مصريين، فده انجاز ما اعتقدش موجود في اي دوله او اي دوله ثانيه حققته بفوارق كمان الاهتمام المادي والرعايه الماديه. وهتكلم على الماديه تحديدا لان هي بتفرق بشكل كبير جدا في اللايف ستايل وفي الدعم للاعب في اي رياضه كمان. فبتشوف القرار ده برضو ازاي، وهل فعلا ممكن ان احنا نقول دي خطوه جيده جدا، ولا البعض اللي كان بيتكلم ان طب خلونا نرجع لورا شويه، التايكوندو لما كنا بنقول عايزينه يدخل الاولمبياد وبعدين دخل الاولمبياد وما وصلناش للتصفيات اصلا النهائيه، يعني دي نغمه برضو الناس بتتكلم على اساسها. هل حضرتك تعتقد ان احنا لا، مع ان شاء الله وضع السكواش كرياضه اساسيه في لوس انجلوس 2028 فعلا مصر هتقدر كده نقول ضمنت يعني ميداليه ذهبيه، ام الامر لا غير محسوم وربما ما نحققش اي حاجه ولا نصل حتى للتصفيات النهائيه؟ خليني اعرف وجهه نظرك. الامر غير محسوم. احنا مرشحين ومرشحين بقوه، وبالتاكيد انا سعدت جدا بدخول السكواش ضمن خمس لعبات جديده في لوس انجلوس ضمن البيسبول ولعبات اخرى والكريكيت وكده. لكن انا في وجهه نظري ما محسوم، لان بريطانيا قامت بتكنيس بعض اللاعبين مؤخرا، وواضح ان هي هتبقى مستعده بشكل كبير جدا، واضح ان هي بتحضر حاجه لاعبين مصريين. ما ده اللي يحزن، ان انت يعني هي هتفوز بلاعبين في الاصل مصريين يعني. بالظبط. وللاسف في معظم المواجهات حتى دمت بين من تم تكنيسهم من بريطانيا وضدنا، المواجهات ما كانتش في صالحنا قوي. فانا يعني لا، نشتغل بشكل قوي جدا، ما نقولش احنا خلاص ضامنين، لان ده ممكن يعمل عليه استرخاء. لسه قدامنا وقت حوالي خمس سنين نستعد بشكل جيد جدا، لكن احنا نقول ان احنا ضامنين لا، اتفق مع زيد بشكل تمام. يعني خلينا نقول النسبه الاكبر مطمئنين، لكن مش ضامنين. مطمئنين بالظبط لكن مش ضامنين، ده حقيقي استاذ احمد غنيم الناقد الرياضي، نشكرك جدا على هذه المداخله، شكرا لك. خلونا بقى نروح نتعرف على اكثر خمس لاعبين اجانب تسجيلا في الدوري الانجليزي، ومن بعدها بنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه وعندنا كلام كتير في الكوره عن استعدادات الاهلي قبل مواجهه سيمبا المرتقبه في ذهاب دور الثمانيه لبطوله الدوري الافريقي المقرره يوم الجمعه القادمه في تنزانيا. وبطبيعه الحال هنتكلم كمان عن منتخب مصر واخر المستجدات على الساحه الكرويه، يعني من خلال يعني اللي انا سعيد ان هو موجود معانا النهارده كابتننا الكابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي ومدير المدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق. كابتن ايهاب مشرفنا ومنورنا وصباح الخير. صباح الخير يا فاروق، انا سعيد ان انا معاك طبعا ومعنا هون طبعا. اهلا بحضرتك. ده طبيعي يعني. فانا سعيد ان انا معاك النهارده ان شاء الله، وربنا يكرمك يا فاروق. نخش بقى على طول في الموضوع. نخش على طول ونتكلم عن مباراه الافتتاح طبعا، نتكلم عن اهلي وسيمبا التنزاني، وبالنسبه لهم احنا حتى عرضنا الكواليس وعرضنا ازاي الجماهير بتستعد، الستيكرز متعلقه في كل حته، تحس ان هو حدث عالمي طبعا. بيقام عندهم مباراه مهمه جدا، ناس كثيره جدا حتى في يعني من مشجعي سيمبا بيحبوا النادي الاهلي بيحبوا يتصوروا، وشفنا مشاهد دي اكتر من مره. لكن على الصعيد الفني احنا لعبنا قبل كده هناك وخسرنا، هل ده مقلق ولا ده مش مقياس، ولا انا ما بلعبش على ارضي ما بيفرقش معايا النتيجه قوي، يكفيني التعادل السلبي؟ وهل السيناريو ده لو طبق المره دي الامثل؟ يعني خلينا نبدا من الزاويه دي. بص يا هوند، النادي الاهلي طبيعي جدا لازم يكسب، وطبيعي جدا ان زي ما حضرتك قلتي كده الكواليس هناك حدث، والنادي الاهلي رايح هناك، النادي الاهلي معروف جدا في افريقيا،
بطل افريقيا كذا مره، وهو المتزعم يعني افريقيا كويس قوي. فطبعا ده حدث. النقطه الجانب الفني، لازم الاهلي يخش المباراه عشان يكسب. عشان كذا كذا سنه كده حصل ورا بعض ان احنا بيحصل فيه تعثر شويه، بنخش متاخر شويه. فطبعا ده مش هينفع مع في الايام دي، لان طبعا كله عامل حساب النادي الاهلي، عامل حساب ان هو بطل افريقيا. عايزين انا من وجهه نظري انا اللي بشوفه، او المذيعين لما بييجوا يحللوا المباريات او يذيعوا المباريات، انا بحس كده ان هم مش عاوزين النادي الاهلي على طول يكسب او ياخد البطوله دايما. انا حسيتها في كذا، لا هو احساس مظبوط يعني. انا حسيت كتير جدا في مذيعين يقول لك اه النادي الاهلي على عيننا وعلى راسنا وكبير وكل حاجه، انما مش عايزينه هو اللي يبقى. يا كابتن ايهاب اقول لك على حاجه والله العظيم مضحكه جدا. احنا اوقات اصدقائنا، احنا اصدقاء، نشوف احنا لا لعيبه ولا في الجهاز الفني ولا احنا مجرد اهلاويه ومذيعين في نادي الاهلي، بيجوا يكلمونا وبيكلموا بجد. مش كفايه بقى ولا ايه؟ وانتوا هتفضلوا تكسبوا على طول؟ انا بكلم حاجه بجد. صح. الواحد بيبص لهم يقول لهم طب يعني عايزين تكسبوا اكسبوا يعني. الواحد بيحس مش كده والله. على فكره بس حاولوا تكسبوا يعني. صحيح. احنا انا بحس كده. حتى المذيعين اللي هم بتوع القنوات اللي بتذيع ماتشات النادي الاهلي، انا بحس ان هم بيحب الاهلي جدا، انما عاوز مثلا فرقه ثانيه من تونس تكسب او فرقه من المغرب تكسب. احنا مش مانعين والله، احنا مش مانعين. طب تكسب زي ما انت عاوز. عشان كده بقول للنادي الاهلي التركيز مهم جدا، ان هو يبتدي بدايات قويه. يعني البدايه دايما تبقى قويه، عشان ما تخليش حد يتكلم مع يعني ايه، يقول اه بلاش ومش بلاش. لا، النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي بيخش اي بطوله بيكسبها وعاوز يكسبها. ده قدر النادي الاهلي، وده النادي الاهلي متعود على كده، ومعود جماهيره على كده. يعني هو معود جماهيره على كده، والجماهير مش هتقبل غير بكده. يعني الجماهير مش هتقبل بغير ان هو النادي الاهلي لازم كل بطوله يخشها لازم ياخدها. فطبعا حدث كبير. زيمبا التنزاني ده برضو من الفرق كويسه، فرق محترمه. فلازم نقدر الفرق اللي قدامنا، ولازم نلعب على المكسب. يعني احنا مالناش دعوه مش هنروح نتعادل او عشان هنلعبهم تاني هنا. لا، عشان النقط تتلم بدري عشان نبقى مرتاحين في المباريات اللي بعد كده. مظبوط. كابتن ايهاب، يعني بالامس انتظم السبعه لاعبين الدوليين اللي كانوا مع المنتخب المصري في تدريبات الاهلي بالامس، لكن مش كل السبعه لاعبين نزلوا التدريب. اثنين لعيبه اللي كانوا موجودين في التدريب، الباقي كان بياخد طبعا استشفاء وريكفري. لسه علي معلول هينضم للفريق او البعثه في تنزانيا. شايف ان النادي الاهلي يعني تقدر تقول اللعيبه هتتمرن تمرين النهارده ثم تمرين اخر هناك في تنزانيا غدا، هل فتره كافيه؟ الاجهاد هل ممكن من الامور اللي يعاني منها مستر كولر في هذه المواجهه؟ لا بص، اجهاد مش هيبقى اجهاد، لان برضه لسه في اول الموسم. اللعيبه الدوليه لعبت ماتشين جامدين جدا، المباراتين كانوا اقوياء جدا اللي لعبهم منتخب مصر. الاستشفاء دي اللي هترجع اللعيب تاني الى حالته الطبيعيه، ده طبيعي جدا. وطبعا النادي الاهلي او مستر كولر والناس اللي مسؤوله في النادي الاهلي عارفين يرجعوا اللعيبه ازاي بالاستشفاء وبتاع، خصوصا ان احنا لسه في اول الموسم. يعني اول الموسم لسه مش عايزين نتكلم على الاجهاد والكلام ده، لانه مش هيبقى موجود دلوقتي في ثلاث اربع ماتشات الاولانيين دول، هيبقى صعب جدا. انما الاستشفاء مهمه جدا، الريكفرنج مهم جدا للعيبه، الحاله النفسيه للعيب ده مهم جدا. وانا شايف ان الماتشين اللي اتلعبت، اللعيبه الدوليه واللعيبه بتاعه النادي الاهلي اللي موجوده هنا مش في المنتخب، الحاله النفسيه بتاعتهم عاليه جدا. عاوزين طبعا ياخدوا البطوله، عايزين مشتاقين جدا طبعا لافريقيا تاني، ده مهم جدا. فانا شايف ان لا، مفيش اجهاد، واللعيبه طبعا انا شايف ان الموضوع بسيط جدا. بس هي طبعا تنزانيا المسافه بعيده شويه، السفر علي معلول هيجي من رحله الطيران برضو صعبه جدا، صعبه جدا. تنزانيا بالتالي اجهاد من تكرار رحلات السفر خلال الفتره القصيره دي. استطل انت بعد مباراه سيمبا التنزاني، انت ثلاث اربع ايام عندك مواجهه ثانيه هنا في القاهره. صحيح. بعديها مواجهه وسفر ثاني لجنوب افريقيا، هتبقى من فتره فيها ضغوط كتير كبيره جدا. هي دي بس النقطه اللي الجهاز الفني لازم يعمل حسابها، ان السفر الكبير هو حته السفر بس، انما تدريبات، استشفاء، كل ده طبعا الجهاز الفني معني بالموضوع ده وبيعملها كويس جدا. واللعيبه شايف ان هم في حاله بدنيه ونفسيه رائعه جدا، فان شاء الله محتاجين بس المباراه نكسبها والموضوع هيبقى كويس جدا بالنسبه لنا. بحب دايما قبل اي مباراه اشوف بيقولوا ايه، يعني المنافس بتاعي بيقول ايه، وبعد صحيح. المباراه بحب اشوف المنافس بيقول ايه. برافو عليك. التصريحات بتاعه احمد علي المتحدث باسم المحدث الاعلامي باسم نادي سيمبا، لو تابعتوا التصريحات بتاعته، التصريحات كانت غريبه شويه. قال لك بنتوعد
ونحذر النادي الاهلي حان وقت خروجه من البطولات. اكيد تابعت يعني كلامنا كان مظبوط. لا كلامنا مظبوط 100%. مظبوط. فانا لما قريت التصريح ده استغربت شويه، يعني ايه قصه التوعد يعني القصه اولا مباراه حقق ان انت يبقى عندك امال صحيح. وطموح 100% صحيح. وتشجع وتؤازر الفريق بتاعك، لكن قصه ان انا حان وقت خروج النادي الاهلي من البطولات، يعني هل الموضوع ان فعلا النادي الاهلي عامل عقده لانديه كتير اللي هو انا نفسي بقى، طب ما تقول حان وقت للوصول للبطولات كالنادي الاهلي مثلا، طب يعني ليه دايما الصياغه بتبقى غريبه شويه؟ لان هو بص انا عاوز، هو مش هيقدر يوصل للنادي الاهلي فنيا، فيقدر يلعبك نفسيا. ممكن هو عاوز يلعبك نفسيا، انما مش على النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، اللعيبه كبار، مدربين كبار، النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي في افريقيا وفي الشرق الاوسط ما يهموش الكلام ده، انما الفرق ديت عشان مش قادره توصل لك. يعني سيمبا التنزاني ده مع احترامنا ليه طبعا فرقه كبيره وكل حاجه، خدوا كام بطوله؟ ما خدوش يعني. طيب. بعاد جدا عن النادي الاهلي، فهو مش قادر يوصل لك للنقطه اللي انت فيها، اللي انت بتاخد بطوله، بتروح كاس عالم كذا مره، واخد بطوله افريقيا، فهو مش عارف يوصل لك الحته دي، فبيلعبك على حته العامل النفسي. العامل النفسي، وبرده ما تجيش مع النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي العامل النفسي ده يعني لو يعني يعني حاجه كده عدينا عليه كتير، برافو عليك، يعني مش فارقه معاه قوي يعني، لان لعيبه كبار ولعيبه اكتريتها بتلعب في منتخبات يا اما بلادها يا اما منتخب مصر، فالموضوع بسيط جدا مع النادي الاهلي، فهو بيلعبك على الحته النفسيه بس، انما ما يقدرش يوصل لك للحته الفنيه، فعشان كده بيلعب الحته دي، انما النادي الاهلي عارف الكلام دوت، واحنا متعودين على الكلام دوت، والكلام ده ولا يفرق مع النادي الاهلي خالص. كابتن ايهاب، بالنسبه لمستر كولر بالتحديد، يعني انت شايف ان احرازه الخمس بطولات الموسم الماضي ممكن يكون عامل ضغط عليه هذا الموسم، ولا يقدر يستغله كدفعه معنويه للاعبين في البطولات؟ عندك تحديات كتير جدا الموسم ده. بص يا فاروق، هي كل مدرب بياخد بطوله بيبقى عاوز ياخد اللي بعده، يعني انا خدت مثلا خمس بطولات السنه اللي فاتت، انا مش عايز اقل عنهم، لان لو قليت بالظبط لازم اعلى، يعني اخد بطوله تاني اكتر، فهي هي طبعا ما بتعملش عامل ضغط عليه، انما بتديله حافز ان هو يقدر ياخد بطولات، يعني يقدر، لانه معاه فرقه قويه، احسن نادي في الشرق الاوسط النادي الاهلي، فعنده الموضوع دوت مش بيعملش ضغط عليه قد ما بيعمل ان هو طبيعي جدا لازم يكسب، انما الضغط عليه لا، لانه ده برضه راجل محترف وليه اسمه وليه كيان وبيدرب احسن فرقه في الشرق الاوسط، فالموضوع ده عايز اقول ان هو رسم خطه لنفسه ان هو مثلا في انديه تانية او في منتخب تاني ما كانش بيوصل لكده وما خدش بطولات قبل كده بالمنظر مع النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي ليه قيمه وليه قيمته في افريقيا وفي مصر وفي الشرق الاوسط، فعشان كده هو حس بنفسه وبذاته ان يقدر ياخد بطولات، فالموضوع ده ما يعملش عليه ضغط قد ما بيعمل عليه ان هو لازم ياخد البطولات تاني، انما بيلعب باريحيه جدا، لعيبه كويسه، بيقدر يتعامل مع اللعيبه نفسي وفني رائعين جدا، وانا شايف بصراحه اللعيبه من بقالهم سنتين يعني في حاله فنيه ونفسيه رائعه جدا بالنسبه للعيبه كلها، مش اللعيبه الاساسيه بس، يعني اللعيب اللي بينزل بيبقى كويس جدا زي اللعيب اللي بيلعب. دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها انا ونهواند في مقدمه البرنامج، على ان مستر كولر غير الفكره ما بين اللعيب الاساسي والاحتياطي. برافو عليك، صحيح، دي نقطه صحيحه، صحيح جدا، كل الجماهير ملاحظاها، والتدوير اللي هو بيشتغل عليه بالتغييرات وغيره. لا انا اعتقد فعلا نجح مارسيل كولر في لم ينجح من قبل، صحيح، ممكن في الفتره اللي فاتت مدير فني. يعني هي بص نقطه حلوه جدا، وغير كده هو اللعيبه انا هتحس ان هم اللعيبه مرتاحه، يعني اللعيبه اللي ما بيلعبش مرتاح، واللي بيلعب مرتاح، واللي بينزل مرتاح، واللي بيطلع مرتاح، يعني ما فيش حد زي السنين مثلا قبل كده او زمان كنا بنتفرج نقعد يا ابني اجري شويه او طالع زعلان ويعمل كده والحاجات دي كلها مش موجوده دلوقتي خالص، يعني انا شايف انا ما بتفرج على النادي الاهلي في اريحيه بالنسبه للعيب الاحتياطي والاساسي، اللي بيطلع واللي بينزل عندهم كده راحه نفسيه، عايزين يكسبوا، فده العامل الاساسي اللي خلاهم يكسبوا الخمس بطولات السنه اللي فاتت، يعني انا شفت ماتش الترجي هناك، اللعيبه رائعه اللي كسبنا فيها هناك، الترجي 3 تقريبا 3-0 تقريبا 3-0. ايوه اللعيبه كانت رائعه جدا، اللي نزل واللي طلع كله كويس، يعني الماتش كان كله من اوله لاخره كان كويس، فعشان كده ده اداني الاحساس والايحاء ان اللعيبه
مستر كولر عامل حاله مع اللعيبه حلوه جدا، عامل روتيشن رائع جدا. ما هو قال قبل كده انا ما عنديش اساسي واحتياطي، ده مهم جدا انك توصل للعيب انك انت مش اساسي، وتوصل للعيب التاني انك انت مش احتياطي، ده مهم جدا. فتلاقي اللعيبه كلها عندها اريحيه، اللي بينزل مرتاح واللي بيطلع مرتاح. بس في نقطه كابتن ايهاب كمان، فضل. يعني استكمالا لكلام حضرتك، هيبقى عليه عامل ضغط اكبر في الحته دي. ليه بقى؟ على اللعيبه الدوليه، فكره التحام المباريات، وفكره ان هو تحديدا اللعيبه الدوليه مع منتخباتهم، العوده مره تانية للفريق والبقاء، او يعني العوده كمان مش من المنتخب للفريق، العوده للمستوى الفني المطلوب للبطولات بقى مع النادي الاهلي والماتشات المختلفه، برضه هيتطلب منه مجهود مضاعف. صحيح. يعني هي بصراحه مهمه صعبه جدا، مش سهله ابدا. يعني هي صعبة، بس بالنسبة لناس محترفة زي لعيبة النادي الأهلي بتبقى الموضوع بسيط جدا. يعني مخليه حتى المدير الفني عنده مرتاح، يعني ما عندوش ضغط على اللعيب ده يلعب، أو اللعيب ده جاي من المنتخب عليه ضغط، أو اللعيب حصل له مشكلة في المنتخب لازم أرجعه هنا في النادي. لا، الموضوع ده مختلف تماما مع لعيبة النادي الأهلي. ليه؟ لأنه محترفين، فاهمين الوضع ماشي ازاي. اللعيبه كنا بنشوف ده كابتن ايهاب مش الموسم اللي فات اللي قبل. برافو عليك. وده كان راجع لاسباب كتيره، منها النجاحات دلوقتي المحققه. ليه ما بنشوفش من النجاحات دي؟ انا بشوف مدرب الاحمال ليه عامل كبير جدا. صحيح. اللاعب نفسه دلوقتي اصبح عنده ثقافه اللي هو ايه، انا لو مش كويس همشي ليه؟ برافو عليك. لان انا بقى في المركز بتاعي واحد واثنين، واحد واثنين ليس اقل مني في الامكانيات، بل بالعكس في نفس المستوى. صحيح. فانا بشوف ان ده ذكاء كان من مارسيل كولر، ان انا لو انت مش كويس على فكره في البديل بتاعك عادي. فده ادى برضه ومش هبعدك، برضه ومش هبعدك، ادى للعيبه مش قلق لكن يعني فوقهم. خلينا نقول بصي، الموضوع اللي انت قلتيه ده يا هوند رائع جدا وكويس وصح جدا مارسيل كولر بيعمله. هي المشكله كلها ان اللعيب لو ما اداش في لعيب تاني هيأدي، بس برضه اللي ما اداش ده مش هبعده، يعني مش هخليه بره. طيب. يعني مش هرميه، يعني سوري في اللفظ، يعني مش هستغنى عنه، مش هستغنى عنه بلغه الكوره يعني احنا بنقولها. فطبعا كل واحد حاسس بقيمته وبفنياته ومركزه في الملعب. فمارسيل كولر عامل حاله مع اللعيبه، مع الروتيشن اللي بيعمله رائع جدا. صح. فكل اللعيبه مرتاحه، زي ما اتكلمت في الاول الكلام، اللعيبه كلها مرتاحه. انت ما اديتش النهارده، انما في زميلك هيأدي، ولو انت بقيت كويس هترجع تلعب تاني، مفيش اي مشكله. فاللعيب زميله برضه بيبقى مرتاح وهو مرتاح، فالدنيا كلها ماشيه وهو احنا بنبقى مرتاحين، واحنا كمتفرجين بنرتاح طبعا. انما مارسيل كولر عامل حاله رائعه جدا. صحيح. مع اللعيبه. صحيح. بصراحه حاجه جميله جدا. يعني كابتن ايهاب، يعني التدعيمات اللي الاهلي عملها هذا الموسم، شفنا امام عاشور، شفنا رضا سليم، مودست يعني لسه برضو منتظرين منه كتير، عوده كريم نيدفيد، عوده صلاح محسن. شايف التدعيمات دي ازاي، خصوصا النادي الاهلي جاب التدعيمات في الاماكن اللي محتاجها النادي الاهلي؟ صحيح. طبعا امام عاشور رائع جدا ونتمنى له طبعا الشفاء. رضا سليم لعيب هايل جدا. صلاح محسن طبعا كان واخد اعاره ورجع طبعا مكانه، مفيش مشكله خالص. مودست طبعا لسه ما قدمش ولا اعتماده، انما هو لعيب كويس، انا شفته في المانيا لعيب رائع جدا، كان بيلعب في دورتموند وإف سي كولن، فكان هو لعيب كويس جدا جدا. بس هي مشكلته لما هبطل اخلص عقده في شهر 6، قعد فتره 3 شهور ولا حاجه ما اتمرنش او ما لعبش. انما انا عايز اطمن الناس، لان الناس كلها بتتكلم، انا بقول لهم اللعيب ده لعيب هايل جدا ولعيب كويس، ولما كانش كويس ما كانش جه النادي الاهلي، ما كانش جه النادي الاهلي، ده مهم جدا، ممكن يروح اي نادي تاني انما مش النادي الاهلي. فهو عشان لعيب كويس جه النادي الاهلي، وانا عارف ان هو لعيب كويس جدا، بس لازم ياخد وقته وفرصته، هتلاقيه حاجه تاني. وانا شايف ان هو من هيبقى هدافين النادي الاهلي، يعني مودس ده هيبقى من هداف النادي الاهلي. صحيح. يعني ف كلام جميل، الناس بس تستنى عليه شويه بس. وهي ما في لعيبه كانت صفقات طبعاً كمان زمان جدا، قعدت بالسنه بعد سنه. طبعا اتكلمنا في ده. وعلى كل حال الكره الاوروبيه واتكلم على الالمانيه مختلفه شويه برضو، فالفوارق دي بتحتاج وقت الى حد ما، لكن هو اندماجا او اندماجيا مع اللعيبه، لا العلاقه بينهم جيده جدا، فالكيمستري موجوده، وده بيرجع ليه روح النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها صفقه جديده بتاخد وقت، كله بيندمج، لكن يمكن فنيا لسه النقطه دي محتاجه مشاركات اكتر، وربما تظهر كمان قريب باذن الله، نامل ذلك يعني. صحيح. ننتقل حضرتك عايز تضيف لا حاجه؟ لا انا عايز انتقل وارجع بس. عشان عايزين نروح للمنتخب شويه. صحيح.
عشان برضو الكلام عن المنتخب مهم، وفي الفترة اللي احنا فيها فترة مهمة، والماتش الأخير ادانا كلنا كده أو بعث مرة تانية الأمل عندنا. بصراحة قبل المباراة كان الناس مقسومة اتنين، أنا مش مطمن خالص وهنخسر من الجزائر، الشق التاني بيقول لك لا دي كده كده ودية وهنلعب وهنعمل إن شاء الله يعني سكور مش وحش. فاللي حصل إن أنت لعبت كويس بس تعادلت سلبي، بس لعبت كويس وده المهم. أنا ليه قلت وليه كلنا كنا بنتكلم وفاروق علشان وقلنا المباراة دي مهمة؟ عشان انا مش فارق معايا المكسب على قد ما فارق معايا اشوف انا فنيا فين مع منتخب بيلعب بجد، مع صحيح. منتخب ارقامه زيك، مع منتخب عنده محترفين زيك، مع منتخب عنده مدير فني قوي وذكي. فهي دي النقطه، كان اختبار حقيقي بعد كمان تونس والخساره اللي البعض بررها طبعا بان الاهل يعني لعبت الاهلي مش موجوده وغيره، لكن ده كان الاختبار بجد اللي انا اطمن بيه. وانا اطمنت، انا كنت من الناس اللي عندي قلق بالمناسبه، اطمنا. بس خليني اعرف وجهه نظر حضرتك وبخبرتك ومشاركاتك برضو زمان، اللي جاي كده كرؤية نطمن فيه نشوفه ازاي؟ بص يا هوند، المنتخب عمل ماتشين كويسين جدا، زامبيا والجزائر. بعد ماتش تونس، يعني بعد ماتش تونس الناس اتكلمت كتير جدا، وده منتخب وحش، واول مباراه لعبناها تونس القويه جدا وما عملناش حاجه، لان لعبنا قبل كده 7 مباريات كانوا صحيح. كلهم ضعيفه وكسبناهم كلهم. انما النظريه اتغيرت دلوقتي، بداية من ماتش زامبيا اللعيبة عملت مباراة رائعة جدا، كويسة جدا، وكسبنا. المباراة التانية كانت أقواهم شوية اللي هي الجزائر. طبعا زي ما حضرتك قلت أنا هوندي، الجزائر فرقة قوية جدا زيك زيها بالظبط يعني، واللعيبة هنا زي اللعيبة هنا وأشكالهم زي أشكال اللعيبة بتاعتنا يعني. هتلاقي هنا محمد صلاح، هتلاقي هنا محرز، فهتلاقي الموضوع ماشي كويس. احنا اطمنا يعني، كتير جدا من الشعب المصري اطمن لمنتخب مصر. بس انا عايز اقول حاجه، في لعيبه في منتخب مصر لو مش موجوده هتاثر معاها شويه، زي تريزيجيه، لو مش موجود هيتاثر شويه المنتخب، هيتاثر شويه مش كتير انما هيتاثر. محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد عبد المنعم، يعني في لعيبه كده لو كهربا بتهيألي برضو يعني، وكهربا بس كهربا ما لعبش الماتشين يعني. طبعا لو اتضم طبعا هيبقى حاجه طبعاً افاده طبعاً. يعني هيبقى حاجه رائعه جدا بالنسبه للمنتخب. النني مثلا لو مش موجود، النني كان هايل جدا بالذات المباراه الثانيه بتاعت الجزائر. فانا عايز اقول ان في لعيبه كده لو مش موجوده هتاثر في المنتخب شويه. فانا مش عاوز الحته دي تبقى موجوده ليه في المنتخب، لان عاوز زي النادي الاهلي كده في لعيبه، كذا لعيب لو لعب يبقى كويس في المباراه. انما انا شفت يعني لو تريزيجيه مش موجود الموضوع هيبقى صعب شويه، صعب شويه بالنسبه لمنتخب مصر. فربنا طبعا نتمنى الناس دي كلها تبقى موجوده ويرفعوا اسم مصر طبعا، لان بطوله افريقيا الجايه انا هوندي فاروق هتبقى صعبه جدا، صعبه جدا، ان من كتر القوة المنتخبات الموجودة صعبة جدا. المجموعة بتاعتنا إلى حد ما فيها توازن شوية يعني. على فكرة أنا ما بتفائلش لما المجموعة تبقى فيها توازن ضعيفة بالمناسبة يعني، ده حقيقة. برافو عليكي، صح دي مش حاجة تطمن. صح بس احنا إن شاء الله نوصل، بس نعدي الدور الأولاني. هتقابلي طبعا فرق قوية جدا بالزبط. طبعا تانية أنا زي ما حضرتك قلتي كده، مصر بتلعب أو الأهلي بيلعب مع فرق قوية بيبقى كويس، انما الفرق الضعيفه دي اللي بتخليكي الموضوع بيبقى صعب شويه. فلا نتمنى طبعا المنتخب مصر، الناس كلها دلوقتي عندها ثقه في المنتخب، عندها ثقه في الجهاز الفني، فان شاء الله تبقى كويس. ونتمنى ما يكونش فيه برضو اضاعه للفرص، وما يكونش فيه يعني ان انا اسيب المنافس بتاعي يوصل لغايه الشناوي. صحيح. مع القصه ان برضو خلينا نبقى صراحه، الشناوي شال تقريبا 3-4 جوان كتير. يعني السياق ده انا هوند برضو كابتن ايهاب، ان انا اتوقف معاك شويه، انا هتفق وهختلف يعني. حضرتك على المراكز اللي حضرتك قلتها احنا سهل صعب تجيب لها بديل، انا شايف ان معظم المراكز دي هقدر اجيب لها بديل، سواء تريزيجيه، سواء محمد صلاح في وجود حسين الشحات، في وجود احمد سيد زيزو، سواء النني في وجود امام عاشور. انا المراكز دي شايف ان هي الامر هيبقى ممكن تخلق لها بديل، لكن انا شايف ان اصعب مركز في ملعب منتخب مصر محمد الشناوي. طبعا طبعا محمد الشناوي افضل لعيب في المباراتين، والفرق كبير جدا ما بين الشناوي والبديل او اللاعب اللي بعده. برافو عليك، دي نقطه كويسه جدا. بس نتمنى ان الشناوي ان شاء الله ما يحصلوش حاجه، لان لو حصل هيبقى في مشكله، هتبقى في مشكله كبيره. زي ما يعني كلامك مظبوط جدا وانا معاك جدا في الموضوع. السيناريو مقرر على فكره، دايما حارس المرمى او حراسه المرمى
مش هقول دايما من معظم الوقت ما بيبقاش فيه بديل للاساسي محمد الشناوي، يعني ما برضو ده بني ادم في قد من فتره طويله وربما من فتره طويله وربما يحدث اي امر يعني مش بالحسبان، فهي دي المقلقه جدا. زي ما قلنا محمد الشناوي شال عننا تقريبا 4 جوال، صحيح، فلولا ان انت عندك بجد حارس قوي انت كان زمانك خدت سكور دلوقتي يعني. وانا شايف دلوقتي الشناوي من ساعه المباراه النهائيه بتاعه افريقيا السنه اللي فاتت مع الوداد، انا شايف ان الشناوي مركز كتير جدا. طبعا مركز كويس جدا، يعني في الاول كان ممكن يجي له اصابه، يجي له بتاع يتغير بتاع، انا شايف الشناوي من ساعه مباراه النهائي افريقيا اللي هناك، مش اللي كانت طبعا هو ما لعبش اللي في الاستاد هنا القاهره، لعب من ساعتها هناك وهو لعب كل المباريات. فطبعا نتمنى ان هو يحافظ على مستواه، ونتمنى يتبعد عنه الاصابات، لان فعلا زي ما حضرتك قلتي وفاروق قال ان الموضوع هيبقى صعب لو حصل مشكله، صحيح، بالذات حارس المرمى. وكيروش لو احنا نفتكر او كيراش عشر نقط كيروش بيقول لك كيروش ميدو دايما يقول لك ما علينا مش مهم خالص، كان بيعتمد على برضو ضربات الترجيح يعني ضربات الجزاء، ان انا عايز المباراه ادافع واقفل وبعد كده ضربات الجزاء، وده كان وقتها انت عندك الشناوي كان ابو جبل يعني. أيوة. كانوا بس القصه دي كانت مرهقه جدا لحراسه المرمى، مرهقه لينا احنا كاعصاب، ما اعتقدش كانت الامثل ابدا ان انا لعبي بنسبه 90% دفاعي، ما كنتش بتستمتع، كنتش حتى المنافس ما كانش بيشوفك بالقوه اللي هو او النديه اللي هو نازل، هو كان بالعكس، صحيح، هو بيهاجم وبيلعب وانت عمال تدافع، كان صعب جدا وقتها. اعتقد حاليا فيتوريا لا يعتمد بهذا الشكل ابدا، بالعكس بيجمع بشكل كبير ما بين الدفاع والهجوم حسب المنافس بتاعك برضو الخطه بتاعته، يعني الجزائر كان بيعتمد على اللعب المفتوح، المباراه، صحيح، المفتوحه، فعشان كده هو جمع بين ده وده. في مباريات ثانيه او في منتخبات ثانيه تلعب مثلا لعب دفاعي اكتر، فحسب، فده ذكاء برضو بصراحه يحسب لفيتوريا، او انا بشوفه يعني شطاره خلينا نقولها. بصي كيروش في الوقت اللي هو كان فيه موجود ما كانش المنتخب بالمنظر ده، يعني ما كانش كويس او ما كانش بالقوه دي، فكان بيعتمد على الدفاع عشان يقدر يكسب مباراه في ضربات الجزاء، وحصل كتير، حصل في 3 مباريات في بطوله افريقيا في الكاميرون عمل كده ولعب بضربات الجزاء وكسبهم ما عدا المباراه النهائيه بتاعه السنغال، فهو كان حاطط في دماغه ان هو هيلعب 7 مباريات ان انا اوصل للماتش المباراه السابعه، يعني فكره هو ده فكر مدرب بس هو انا يعني احترمه في حاجه واحده بس، ان هو ده فكره بالنسبه للمستوى اللعيبه اللي معاه، الكواليتي بتاع اللعيبه اللي معاه، فهو حاسس ان هو ممكن ما يقدرش يكسب في المباراه، فكان بيخلي المباراه تمشي، يدافع كويس قوي ويلعب عادي جدا ويوصل المباراه لضربات الجزاء. زي كان معظم اللعيبه على فكره هي يعني مع فارق كم لاعب يعني بالظبط كده، مش سكواد توتالي بس دي برضه يعني تعتمد على المدرب. يعني ما هي دي القصه، المدرب هو اللي يقدر يخلي اللعيب يمشي ازاي في المباراه، او يخليه مستواه فين، او العامل النفسي بتاعه يبقى يروح لغايه فين، ده مدرب لمدرب. فيتوريا ما بيعملش كده، فيتوريا بيدافع كويس ويهاجم كويس، فاهماني؟ وكيروش كمان كان في حاجه بيعملها كان ده اللي كان بيعمله قوي. وحسن شحاته وده اللي كان بيعمله محمود الجوهري، يعني ما هو ده المنتخب اللي احنا نعرفه، منتخب مصر. احنا بالزبط. من امتى كنا بننزل ندافع بس؟ لا ما كانش وصلنا لايه لما كنا بنلعب وندافع بس ولا حاجه. صح، وكيروش كمان كان بيعمل حاجه ما كانتش حلوه شويه، انه كان بيعتمد على صلاح بس، يعني تاخد الكره من هنا يلعبها لصلاح، المنافس بيغطي على صلاح بس، وقف صلاح وخلاص خلص الموضوع، فكان بيوصل المباراه لضربات الجزاء، هو ده كان فكره كده. انما انا شايف في الجهاز الفني بخيرة فيتوريا في توازن بين الدفاع والهجوم، فكان المباراه ماشيه كويس، فهو بس هي مباراه تونس دي اللي اتشال مثلا من الحسبان شويه، انما بعد كده من زامبيا للجزائر شيء رائع جدا، وده اللي بيعتمد عليه دلوقتي فيتوريا في حته ان مش هدافع بس او ههاجم على حساب الدفاع، لا مفيش الكلام ده، في توازن بين الدفاع والهجوم، فعشان كده المباريات بتمشي كويس واللعيبه كلها باينه كويس، يعني مش ما بتمشيش على تريزيجيه بس، يعني كل الخطوط زيزو حسين الشحات نني، فكل اللعيبه دي ليها ادوار بتعمل كل واحد بيعمل دوره، فعشان كده تلاقي المباراه ماشيه غير اما كان كيروش كان موجود. يعني كابتن ايهاب الوقت بيجري وبيبقى دايما عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه ونستفيد فيه، لكن الوقت دايما بيجري، لو هتقول كلمه اخيره لعيبه النادي الاهلي قبل مواجهه سيمبا التنزاني تقول لهم ايه؟ بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها او البطوله بتقام لاول مره، النادي الاهلي مطالب بهذه البطوله، تقول لي لعيبه النادي الاهلي التركيز من اول مباراه، من اول مباراه نخش المباريات
بقوه شويه، يعني نبتدي جامد شويه عشان نرتاح في الاخر، ما نوصلش للمباراه الاخيره ونكسب نستنى الكلام ده كله، مش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي مش كده يعني. انما اتمنى ان النادي الاهلي يحترم الفريق، يحترم الفرقه اللي قدامه، وسيبك من الكلام اللي هم بيقولوه حان ومش حان الوقت وما حانش الوقت، ده ما بيمشيش مع النادي الاهلي طبعا. فاتمنى ان النادي الاهلي يخش المباراه بقوه ونكسب المباراه، لان برضو بتضيف له لاضافات النادي الاهلي، فده مهم جدا. كابتن ايهاب نورتنا بجد والله، وكالعاده يعني الحديث ان شاء الله بقيه نقابل حضرتك مره ثانيه. هنروح فاصل سريع ونرجع للفقره الاخيره، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم، اكيد عندنا كلام كتير جدا ومختلف عن الالعاب، وكمان استعداد لاولمبياد باريس باذن الله، كل التوفيق يعني لابطالنا المصريين وغيره كمان من الملفات المهمه هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي شادي نبيل. صباح الهنا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ شادي، منورنا ومشرفنا في 10 الصبح في الاهلي. شكرا جدا فاروق، وسعيد ان انا اظهر معاك النهارده ان شاء الله. اشكرك يا استاذ شادي. طبعا عايزين يعني اسالك في البدايه، القرار الاهم اللي كان يعني بقول برضو انفرد بيه نهاوند من خلال قناه النادي الاهلي، انضمام في لعبه الاسكواش كاحد 5 العاب للاولمبياد، وزي ما قالت يعني كلنا بنامل ان شاء الله ان مصر عندنا تطلع ان احنا ناخد ميداليه او 2 في هذه المنافسه. شايف انضمامه للاولمبياد ومدى استفادتنا منه خلال الفتره القادمه ازاي؟ طبعا يعني انضمام الاسكواش اخيرا تبقى لعبه اولمبيه وتظهر لاول مره في لوس انجلوس 2028، ده حلم كل عشاق الرياضه المصريه كانوا منتظرينه. نظرا لايه؟ لان احنا متسيدين اللعبه على صعيد الرجال والسيدات. لكن الخبر كويس اللي احنا خلاص الاسكواش هيتلعب قدامنا 5 سنين ونص. لو انت هتقول لي اللي احنا هنلعب في باريس 2024 وبصم لك بال10 كنا هنكسب فردي رجال وفردي سيدات، يبقى كده ضمننا ميداليتين ده. كويس. لكن 5 سنين فترة كبيرة جدا عشان احنا نشتغل ونزود، لان انت يعني التصنيف العالمي لسه طالع امبارح في التصنيف التوب 10 في الرجال في 5 مصريين بالزبط. وعلى صعيد السيدات في 4 اوريدي كانوا موجودين، وفي طفرة حصلت لبنت واعدة عندها 16 سنة اسمها أمينة عرفي، يعني نطت من المركز 36 للمركز 20 كاصغر لاعبه تظهر جوه التوب 20. طيب ايه اللي مقلقك؟ بالعكس، ما هو ده معناه ان حتى الجيل الحالي والابطال العالميين الدوليين دلوقتي يقدروا كمان ان هم يوصلوا يعني لوس انجلوس ان شاء الله. ما هي دي اللي انا كنت هتكلم فيها، عامل السن نور الشربيني، نوران جوهر، وهانيا وباقي المجموعه. هنتكلم ان احنا هنبقى ايه كمان 5 سنين 31 32، هنلاقي عندنا علي فرج ممكن يبقى 34. فاحنا التركيز الاكثر هيبقى على مين؟ أمينة عرفي هيبقى ان شاء الله عندها 21 سنه، مصطفى عسل يعني اللي بنبارك له بقى للعوده للزوم مره اخرى في المنافسات بعد الايقاف الثلاث شهور، بيلعب بطوله جراس هوبرز، هيبقى عنده 27 سنه. الجانب الاخر ان الدول الثانيه هتبتدي طبعا تشتغل على نفسها. اللي متابع او اللي داخل جوه مجتمع الاسكواش عارف ان في مجموعه رائعه من المدربين المصريين انتقلوا للتدريب في امريكا، 6 أو 7 مدربين من افضل مدربي الاسكواش المصري ابتدوا يعملوا كامبس في امريكا. فمعنى كده ان الخطه كانت جاهزه، امريكا في بطوله امريكا المفتوحه لاول مره يعني جوه السيمي فاينال يبقى في بنتين من امريكا. احنا دايما الاسم الاشهر للاسكواش الامريكي على صعيد السيدات هي اماندا صبحي، وهي من اصل مصري باي ذا واي. ف احنا قلناش حل بقى. اللي انا اقصده ان كل الدول هتشتغل، لان انت زي ما انت عارفه الميداليه الاولمبيه كنا اتكلمنا كتير قبل كده في لقاءات سابقه بتحتاج استعداد وتجهيز من قبلها طبعا. فلازم ما نعتمدش اللي احنا متسيدين اللعبه حاليا، لازم نشتغل ونكمل المشوار، ولازم الاتحاد يبقى خلاص دي لعبه اولمبيه، يعني الاتحاد مسؤول. هو طبعا احنا عارفين اللي فيه ايفنتين اتوافق عليهم خلاص، هيبقى فردي رجال وفردي سيدات، فانت لازم يبقى ليك دور. اللعيبه بتوعك انت خلال البطولات السابقه كان ممكن نقول ما بتعرفش عنهم حاجه غير في بطولات العالم اللي هي بيبقى فيها الفرق انت بتجمعهم، لكن حتى بطولات العالم الفردي هم كل لعيب مع التيم ورك بتاعه، سواء المدرب سواء بتاع النيوتريشن بلان الكوتش كل حاجه. فانت لازم تتابع الموضوع ده، توفر لهم بقى المعسكرات، توفر لهم البيئه الخصبه اللي هم يفضلوا موجودين محدش يمشي، عشان مش هنكون في حمل ان اي حد يلعب باسم اي دوله وتلاقي الميداليه بدل ما كانت لمصر بقت باسم الدوله الثانيه. فنتمنى ان شاء الله ان اتحاد الاسكواش يكون قبل الاولمبيكس في 2028 جاهز لحصد الميداليتين، لان هو الطبيعي
ان احنا ان شاء الله ناخد فردي رجال وفردي سيدات. حلو قوي. نتكلم بقى في العموم في السؤال المهم. انا دلوقتي لما اجي كمشاهد مصري ويعني من الجماهير عادي، الجماهير دلوقتي بتتفرج علينا، انا عايز اعرف مصر فين في اولمبياد باريس 2024؟ تابعنا ده وقت طوكيو وقلنا وقتها حتى كان لينا اكتر من مداخله مع رؤساء الاتحادات المختلفه، وكان لينا لقاءات كمان هنا في الاستوديو مع ابطالنا المختلفين. البعض كان بيقول انا عندي مشاكل والمشاكل دي بحاول كنت اتخلص منها، البعض اللي قدرت اتخلص منه والبعض القائم وهروح باريس، عفوا هروح طوكيو على هذا الاساس. وما واتوقع بس حتى ما سالناه طب يا فندم انت مثلا في الاتحاد الفلاني تتوقع ايه؟ قال لي انا معتمد على فلان وفلانه وفلان. كل ده كنا بنقوله للساده المتابعين بشكل واضح وصريح ومباشر. جينا بعد كده قلنا بعد على طول طوكيو، قلنا يا جماعه الحمد لله ميداليات لا باس بها، على المستوى البارالمبي افضل بكتير، ولكن اوكي. وقتها حتى انا فاكره كويس قوي اتكلمنا بقى مع اللي جاي، قلنا له يا فندم طيب، ويا فندم دي معنا رؤساء الاتحادات، قلنا باريس قدامها لسه كام سنه، هي هنعمل ايه من دلوقتي لغايه باريس علشان اقول او دلوقتي الجماهير المصريه والشعب المصري يجي يقول لك ايه؟ انا بقى نفسي اوصل لحته تانية، انا حقي اخد ميداليات تانية. فايه اللي تم يا فندم وحضرتك ملم، وايه اللي استجد من طوكيو لباريس عشان اقدر اقول ان النتيجه هتكون مختلفه؟ لان انا ممكن لو مشيت بنفس السيستم يبقى ما اتوقعش بقى ميداليات زياده ابدا. خلينا نبقى صراحه يعني، ما خلينا صراحه، لو مشينا بنفس السيستم هناخد التشوك اللي احنا هنرجع نستقبل. طب واحنا ماشيين بقى بنفس السيستم؟ لا لا خالص، هي بس النقطه في حاجه اللي انت برضو انت طوكيو كان عندك كورونا والدنيا مقفوله والاستعدادات صحيح. كانت صعبه بس على الكل، على الكل. بس في نقطه، انت لما بتحبي تستعدي بتعملي ايه؟ معسكرات وغيره فين؟ وغيره بتسافري، لكن هم موجودين في بلدهم، يعني اقصد ان هم اوريدي موجودين ومعسكرين مع بعض، لكن احنا اللي كان عندنا الايشو اللي احنا مش عارفين نسافر، فكنا بنعمل معسكرات داخليه، فالموضوع طبعا كان اصعب. باريس 2024 خلي بالك في نقطه، ان الطبيعي اللي انت بتجهزي لاي اولمبيكس لمده 4 سنين، ففي سنه ضاعت، فاحنا ليه؟ لان طوكيو اتلعبت 2021، فاحنا بنتكلم في 3 سنين. الثلاث سنين فيهم شغل؟ فيهم شغل. الثلاث سنين في اتحادات شغاله؟ في اتحادات شغاله. المحصله اللي بيتاهلوا والكوتا بتزيد؟ بتزيد. يعني احنا لو من من قبل بطوله افريقيا مثلا للرمايه كنا بنتكلم في عدد مثلا حوالي 34 لعيب، هوب الرمايه خدت 9 اماكن او 8 اماكن. هي. مع اوريدي عزمي محلبه اللي كان حاجز اول مقعد لاي رياضي مصري، فبقى عندهم الكوتا 9، فبالتالي العدد بيزيد. الالعاب الجماعيه كره القدم تمام، جينا بنتكلم على الفولي اوفيشالي يعني بنسبه 99.9%، احنا في الاولمبيكس، لكن القرار الرسمي هيطلع امتى؟ تقريبا في شهر 5 2014، لكن احنا خلاص، احنا بعد اللي حصل في التصفيات والفوز ببطوله افريقيا والفوز على تونس في التصفيات، فاحنا خلاص بنسبه زي ما قلت لحضرتك احنا قريبين. الهاندبول هيبتدي في بطوله افريقيا اللي هتبقى في شهر 1، ودي اللي هتبقى مؤهله وهتتلعب في مصر، وان شاء الله هنضمن ان احنا نخش. فاللي انا اقصده اللي الاتحادات شغاله، الستيب الاولانيه نوصل باريس، الستيب الثانيه عايزين نشوف مين اللي يقدر يجيب لنا ميداليات. صح كده؟ طيب كل اتحاد الطبيعي اللي هو ملزم يعني مثلا اتحاد الرمايه عنده كام لعيب؟ 9 لعيبه دلوقتي. المفروض ان انا ابقى بعمل استعدادات لل9 لعيبه على ارض واحده، لكن في لعيب بروميسنج اللي هو يجيب ميداليه، يعني الاشهر ايه؟ عزمي محلبه، يعني عزمي محلبه اتاهل عن طريق بطوله العالم، كسب ذهبيه بطوله العالم. الباقي مع كامل احترامي وتقديري وللمجهود اللي عملوه عن طريق بطوله افريقيا، ففي جاب، فانت ما تقدريش تطالبي ال8 أو ال7 دولت بالنتائج اللي حققها حزم، لكن لازم اوفر لهم يعني مش الحد الادنى 60% من الاستعدادات للبطوله. عزمي بقى او اللعيبه البروميسنج الوضع بيختلف، تبقى في سبونسر، بيبقى في ناس تيم كامل معاهم. يعني على ذكر المثال قبل بطوله العالم للمصارعه عبد اللطيف منيع خد الذهبيه فتاهل فوصل للاولمبيكس، فخلاص مدى عقد رعايه مع احدى الشركات. يبقى احنا دلوقتي هي دي النقطه، ان احنا الرعايه بتيجي لما بتكون بطل. انا عايز رعايه من الشركات الوطنيه بتاعتي تتبنى الابطال اللي هو مشروع بقى البطل الاولمبي، هي دي عشان انا اخلق يعني ابطال. ما هي بصي زي ما اتفقنا احنا الشركات الخاصه لازم اشوف عشان ابتدي اقدر. صح كده؟ يعني كل العالم بيتكلم هو ليه النادي الاهلي عقد الرعايه بتاعه دلوقتي بالمليارات نتيجه لكل النجاحات اللي النادي الاهلي عملها.
كله بيخش على ايه؟ اسم النادي الاهلي دلوقتي. فبالتالي لان في نماذج اتدعمت وعملنا سبونسر وعملنا كل حاجه والناس صرفت وزيرو ريزلتس، ما فيش اي نتائج سواء على صعيد بطولات عالم او على صعيد الاولمبيكس. فبالتالي دي بتدي يعني انعكاس ان انا لا لازم برضه اشوف، بس برضه اللي انا لما اشوف بطل ما سبتوش بقى، انا رحت عملت رعايه معاه. العدد الابطال الميداليات المتوقعه في باريس هتبقى صعب تحديدها من دلوقتي، لكن هي في لعبات بنتكلم فيها سلاح بس ممكن. بس بشرنا يعني هيزيد عن طوكيو ولا احنا بنتكلم في ايه؟ والله بص يعني ممكن يبقى حي يعني يزيد في العاب مرتبطه اكتر بالدرو يعني بالقرعه. القرعه صدقيني في الالعاب الفرديه بتبقى عليها عامل يعني لا يمشيكي بصي بالظبط زي ما بيقولوا كده الدنيا سموز وسهله، وانت وممكن اول ماتش يجي مثلا مع المصنف الاول فبتلاقي الدنيا ضبابيه، فهي دي وبيبقى مستعد وكل حاجه وممكن يعمل ماتش حلو جدا وممكن يعمل راوندز حلوه جدا زي التايكوندو مثلا ويخسر 2-1 بالراوندز. فهي النقطه في كده الميداليات ان شاء الله مش هتقل عن طوكيو، ان شاء الله تزيد. الالعاب البروميسنج سلاح مصارعه ممكن رفع اثقال ان شاء الله من نوصل بس من غير اي مشاكل واي حاجات بتتاخد، والخماسي طبعا هم دول اشهر العاب. احنا ما عندناش منشطات على فكره، احنا تابعنا الملف ده، هي مش منشطات ممنوعه، هي بعض الادويه اللي ما عليهاش رقابه اللي بيبقى فيها نسبه بتحسب بعد كده ان هي منشطات، وده مش راجع للاعب مش مسؤول، هو اللاعب ما يعرفش اصلا او ما فيش متابعه، فهي دي التقصير من الاتحاد في الاخر. المحصله النهائيه ايقاف مصر عن النشاط الدولي لمده عامين في رفع الاثقال، ضيعت منك طوكيو، طلعت ضيعت بس منك بس مش غلط اللاعب، لا لا المنظومه منظومه. بعدين ما هقول برضه معلش اللاعب عليه دور ليه؟ لان اللاعب هنا المينتاليتي لازم، مش انا الدكتور هيقول لي فانا برضه ابقى اوير. يعني اللاعب اللي في يوصل لمرحله الاولمبيكس خلاص هو اوير بكل حاجه، ممكن انا مش هديله مش هعمل عليه لوم كبير، بس المنظومه كلها ادت في النهايه هو ده المفروض. ولكن خلينا برضو على ارض الواقع على فكره يعني تمام. في بعض الابطال بتوعنا ليسوا على مستوى تعليمي عالي، حضرتك عارف ده، يعني ابطال لكن تعليميا هم ابطال في الرياضه، لكن فهي القصه كلها لما باجي اخاطب لازم اخاطب كل واحد حسب فكره، فانا كاتحاد مسؤول عن ده، هي دي النقطه. وكاتحاد مش أنا كل مسؤول اللعيبه عندها وعي، انا مسؤول عن الكورسيس اللي بتتاخد للعيبه كل فتره ابديتت للنقاط اللي في التحكيم، ما التحكيم بيحصل له ابديتس، بيحصل قوانين جديده. أيوة 100%. فلازم لازم يحصل يعني لازم يبقى اوير بالحاجات دي، لازم يبقى اوير بالادويه اللي ممنوعه يعني الاتحاد برضه عليه دور اللي انا لازم اطور من اللعيبه بتاعه، لان اللعيب البطل انا بطل، بس زي ما حضرتك اوضحتي في النقطه دي ان انا لازم لازم انميه ولازم اوضح له كل الحاجات دي. فان شاء الله نتمنى بس الاتحادات مع وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه يعني هي ببساطه بس عشان لحظه لي انا نفسي كل واحد يعمل دوره. والله بسيطة اهي، سهلة طلعت بسيطة بسيطة صح ولا يعني كل واحد يعمل دوره، وهي بسيطة كل واحد هيعمل دوره هتلاقي النتيجة صح. لأن بصي على الاتحادات اللي بتنجح وبتجيب ميداليات ما هتلاقي جواها مشاكل، ما عشان بس يعني أكون صريح معاك في مشاكل، لكن المشاكل ما بتبقاش طاغية على المصلحة العامة. صحيح بس فهي دي صحيح، ده بيفرق من إدارة لإدارة، يعني فكرة حل الأزمات والتغلب عليها وخلق يعني مصدر مادي. يعني كان في برضو لو انت لو فاكر كان في مش فاكره كان اتحاد ايه يا جماعه لو تفكروني، احد الاتحادات اللي فكروا في فكره حلوه جدا حتى انا شكرتهم على الهوا، كان بيتكلم ان احنا هنعمل اكاديميه خاصه مع عن اللعبه دي عشان تصرف على اللعيبه بتاعتي. شوف قد ايه فكره حلوه. انا قلت لهم برافو، هو ده انا بخلق مصدر، انا مش عندي الوزاره مكلفه بكده وهي امكانياتها كده، فابدا انا كاتحاد اتصرف حتى لو سبونسرز مش بيجوا. يعني صح انت بتحبي تعملي اكيد كلنا بنحب نعمل سيرش كتير صح. بصي هقول لك على حاجه كده يعني هوم ورك لحد الحلقه الجايه لما اشوفك، اعملي سيرش تمام على الهيستوري بتوع رؤساء الاتحادات، رئيس الاتحاد اعملي سيرش للهيستوري بتاعه، والهيستوري دي هيقول لك هو النجاح ده جاي لي. يعني لما بنتكلم على الخماسي الحديث المهندس شريف العريان، شوفي كده سي في شوفي السي في بتاعه. اتحاد الغطس برضه رائع بصراحه جدا، اتحاد السباحه والغطس مثلا كابتن ياسر ادريس، فشوفي هتعرفي كل اتحاد واصل ليه وكل اتحاد واقع ليه. صحيح ما يعني بصي تمام. عشان ايه ما نكذبش على الساده المشاهدين، لو انا
مش قد المكان بس اتخذت عشان حاجات تانية فهتبقى بالمحصله بتاعتك. لما بقى خلاص في مجال قدام طبعا نتمنى يعني زي ما احنا قلنا يبقى كل حد في مكانه الصح ويعمل أتمنى دوره. اتمنى اتمنى ان شاء الله ونتمنى كل التوفيق بس للرياضه المصريه والعدد هيزيد العدد لسه الرياضة فيه. الرياضه المصريه واخده دلوقتي اهتمام من القياده السياسيه. طب احنا مستنيين ايه تاني؟ طبعاً يعني ده بعدين القياده السياسيه دي مهتمه بالملف وبتدعمه وبتشجعه، فاضل ايه تاني؟ فاضل احنا نشتغل بقى، يعني هي دي النقطه. بصي هي بس النقطه في ايه؟ ان السيد الرئيس لما اتكلم فيما يخص المكافآت ومش عايز حد من اللعيبه تمشي، كان حصل بعد حادثتين في الاتحاد معروف بمشاكله، فما علينا في دي. لكن النقطه الثانيه ان دلوقتي بعد قرار السيد الرئيس دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عمل اجتماع وابتدى يعملوا بلان ازاي يزودوا من المكافآت للعيبه، ازاي يحمسوا او يشجعوا اللعيبه اللي هو يبقى فعلا ده المجال، ده مجال حياتك، ده مجال شغلك. المكافآت عندنا مع كامل احترامي تعتبر هزيله رمزيه، يعني هزيله فيما يخص كل البطولات بعيدا عن الاولمبيكس. يعني الاولمبيكس تحس اللي هم ايه الاولمبيكس مليون جنيه عشان ما مش هتيجي، لا فخليه بطوله العالم تبقى ايكويفالنت برضه، يعني حاجه تستاهل. بطوله افريقيا تبقى حاجه كويسه اكيد كل الكلام ده، بطوله عالم او بطوله العالم العسكريه هتبقى حاجه كويسه، لان كل الحاجات دي لازم تبقى تشجيع للابطال. استاذ شادي ما ينفعش تكون معانا ما اسالكش على مباراه السوبر اللي هتجمع ما بين الاهلي والزمالك في كاس سوبر السله اللي هيتقام في البحرين. طبعا عارف ان النادي الاهلي هو بطل الدوري وبطل الكاس ونادي الزمالك هو وصيف الكاس، شايف المباراه ازاي وتقييمك لمشوار النادي الاهلي في كره السله ورجال السله في النادي الاهلي هذا الموسم؟ لو هنتكلم الموسم الماضي حاجه وبدايه الموسم الحالي حاجه تانية. الموسم الماضي خمس بطولات يعتبر خمسة بالخمسة، انت عملت كل حاجة، كنت في التوب فور من أوجستي ومن اللعيبة اللي انت تبتدي بالانتر كونتيننتال كانت حلوة، اللي انت دي عارف انت ايه الجايزة اللي انت كللت بيها الموسم، لكن اللي حصل جواها الفوز على بطل أمريكا ادى انطباع وادى امل لكل عشاق كرة السلة في النادي الاهلي انها ممكن. ماتش الثالث والرابع قلل بقى النسبه دي، لان ماتش الثالث والرابع بالذات مع الفريق الصيني كان فيها مشكله مش متعلقه بالفنيات، متعلقه بالروح. بالروح صحيح. كنت هتكسب بدون اي شك لو كنت بتلعب زي الفاينل بتاع البال، كنت هتكسب بدون شك، لكن زي ما بنقول بطولات كؤوس العالم بتبقى دايما دي الحاجه اللي ايه اللي بتحلي لك الموسم. يعني البطوله العربيه بقى فيها ايشو شويه، يعني البطوله العربيه بيروت فريق تقيل، فريق تقيل، محترفين تقال بيروت اللبناني تمام، لكن ما خسرش منه 25 بوينت في المجموعات. كسبت الاتحاد، ماتش الاتحاد ده كان ماتش العوده لان ده ابني عليه تبني عليه خاصه ان انت كسبت الاتحاد بدون ايهاب امين واحد من اهم نجوم كره السله المصريه. اللي حصل بقى في ماتش سله المغربي وماتش كويتي كويتي يسأل عليه أوجستي بوش كاملا، وده كان السبب الأدعى من وجهة نظري للاجتماع اللي عمله كابتن خطيب مع أوجستي بعد العودة من قطر، لأن بالظبط يعني اللي هو فيه إيه؟ أنا واثق فيه، جمهور النادي الأهلي واثق فيه، جمهور عشاق كرة السلة ومسؤولي كرة السلة والنادي واثقين فيك، بس فيه إيه؟ فهي دي كان الاجتماع. ماتش توقيت الجلسه دي كان مهم جدا جدا جدا، بيبقى فيه خلي بالك التاخير في التوقيتات دي، ويعني وانت على طول متواجد في النادي الاهلي جوه الفرع يعني الجزيره، فانت بتشوف ان ممكن جلسه توقيتها لو اجلناها يوم تودينا في حته تانية خالص. صحيح تمام، فهي توقيتها مهم. قبل السوبر، السوبر بطوله مهمه جدا، يعني لو بتلعب سوبر اهلي واتحاد الدنيا ممكن تبقى ايه اهلي زمالك، لا بطوله مهمه. ديربي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، نادي الزمالك بعيد عن بطولات التتويج ببطولات كره السله موسمين، كابتن احمد مرعي عايزين يرجعوا، جايب لك لعيب واخد منك احمد اسماعيل وجايب لعيبه واوجي مايو المحترف الامريكي بتاعهم رجع وبيجهزوا تمام، لكن بطوله السوبر دي واقامتها في البحرين في وسط بقى هتبقى تلاقي الصاله متقفله وكل الجمهور موجود، مش هينفع ترجع من غير الكاس، لان هترجع من غير الكاس هيعمل لك دروب نفسي، مش عدم ثقه، تقليل برضه في الدعم شويه من الجمهور. جمهور بص يعني من خمس ست سنين كان كل مصر بتتكلم في الكوره،
واكد لك دلوقتي واحنا قاعدين 90% من مصر بتتكلم في العاب الصالات. صحيح. بتشوف طبعا انت البيجز بتاعت الفيسبوك وتويتر. طبعا. مصر يعني جمهور كبير جدا، فخلاص ده انت بقيت بقى مش متراقب، ده بل بالعكس ده في ناس من الجمهور بيرشح لك لعيبه. من والله ده بجد بيحصل، يعني بيرشح لك لعيبه، فبالتالي هيبقى خطوه قاسيه جدا ان انت تخسر. مش هنقول ثلاث بطولات لان انتر كونتيننتال ما كانتش محسوبه اللي انت تقدر تكسبها، خسرت بطولتين في بدايه موسم، واحده من يعتبر سله المغربي كتاريخ كره سله النادي الاهلي اقوى، وبعد كده قدام المنافس المباشر نادي الزمالك، فهتعمل دروب بنفسك. التجهيزات لا، الفريق ما اظنش اللي هم هيقعوا في نفس الخطا، هيلعبوا بالروح اللي هم لعبوا بيها، القايمه كامله، المحترف طبعا احنا عارفين بيبقى في محترف واحد في الدوري المحلي فتغير، ما اعتمدناش على الثلاثه اللي كنا جايبينهم، ولا نوريس كول ولا عمر عباده ولا فكواتي اللي هو بيجي كل بطوله، فجبنا لعيب امريكي. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه صعبه جدا، والتتويج والعوده بالكاس هتبقى بدايه للموسم الجديد ان شاء الله. واحنا بنتمنى اكيد من قلوبنا للتوفيق يعني لكل ابطالنا حقيقي، لان صدقوني لما بطل مصري بيرفع علم مصر وبيحصل على ميداليه احنا بنفرح كلنا من قلوبنا، كان ده يعني اخونا اختنا، لان في الاول وفي الاخر المصري ده بيمثلنا كلنا. فاتمنى كل التوفيق ان شاء الله في لوس انجلوس وفي باريس وفي كل البطولات القادمه، لان احنا بنسعد بيهم جدا. شكرا ليك استاذ شادي، كالعاده نورتنا، وملف طبعا مهم هنتابعه لغايه ان شاء الله باريس 2024. متشكر جدا لحضرتك. كل شكر للاستاذ شادي، كل شكر طبعا لنهواند. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، ونهايه اسبوعنا في 10 الصبح في الاهلي. نلتقيكم الاسبوع القادم باذن الله.